البريكارديوم، بريكارديوم فيه دراي بريكارديتس وبريكارديال فيوجن كونستريكت بريكارديتس اجهزه بريكارديتس. تعرفين بريكارديوم بلاطين صح؟ دراي بريكارديتس يعني انفلاميشن في البريكارد وزود ايه؟ زود مفيش فلويد ان بتوين بتوين البلاطين دول. طيب بريكارديال فيوجن يعني فيه ايه؟ في ميه في البريكارد. طب كونستريكت بريكارديتس يعني الطبقتين لازم بعض الفايبرس تشو بقى في فايبروزز بتون الطبقتين. طب ادهيز بريكارديتس سميت كده عايزين نخلص منها يعني في بريكا بتوين في فايبرس تشو بتون البريكارديوم والاوتسايد ستراكشر دكتور انت مش يعني القلب والحاجات اللي هي ايه خليك بس ما انا اقولها طيب كده ما هتلاقي في كل موضوع هتلاقي في كل موضوع يبقى دراي بريكارديتس ماشي مشكله كل موضوع احنا هندرس اربع مواضيع الدراي بريكارديتس اللي هو فيه ايه يا جماعه انفلاميشن في البريكارديوم خلاص. طيب احنا عندنا بريكارديال افيوجن يعني ايه بقى بريكارديال افيوجن يعني في ميه في البريكارديوم كونستريكت بريكارديتس يعني فيه ايه يا جماعه فايبرس تيشو ادهيسيف بريكارديتس يعني فيه فايبرس تيشو بتوين البريكارديوم والاوتسايد ستراكشر يعني القلب لازق في اللي بره. طيب نبدا اول حاجه دراي بريكارديتس ركزوا معايا يا جماعه دراي بريكارديتس طبعا ده مش مهم طرف بس الاسباب بتاعته خلاص. دراي بريكارديتس اسبابه ايه الحاجات اللي بتعمل انفلاميشن في البريكارديوم اسبابه ايه تشرب عليها واكتب نفس اسباب البلوراسي يعني عارف اللي بتعمل انفلاميشن في البلوره هي هي ولما ناخد البلوره في الشست اقول لك هي هي نفس اسباب البريكارديتس وبعدين انت تقدر تالفها بس انا هديك سناره بدل ما نقول هم هديك سناره خالص. هم اللي بيعمل دراي بريكارديتس اولا في سبع حاجات بحرف الاي ايه اللي يعمل انفلاميشن في البريكارديوم سبع حاجات بحرف الاي لا ما انا لما اقول سبع اي خلاص بقى مش محتاجين نقولهم لان الانجليزي كله ما فيهوش الا سبع كلمات بحرف الايه حرف الاي يعني ما ترجعش تقعد تحفظهم وفي الامتحان تفتكر منهم خمسه ولا سته وخلاص يعني مثلا الف ايه هم وعلى فكره ما نيجي نشرح البلورز في التشست هم نفس الاسباب سبع اي الاي الاولى ايه انفكشن دي بس على فكره ده المست كومن وغالبا بيطلع فايرال انفكشن في الاخر تقوم تفكرك برقم 2 اللي هو ايه انفكشن على فكره في مرض لو ما قلتهوش يبقى احنا بنهرج انفكشن طبعا في الامتحان يا جماعه انا قلت لكم قبل كده مليون مره مش كاتب له الاي اصل في طلبه كده او لا تلاقيه كاتب لك الايات كده ومتعينها له في الامتحان وحطها خط انت مش بتذاكر له يا ابني يعني مش لازم اكتب انفاركشن اكتب بايوكارديال انفاركشن معايا ولا مش معايا الاي اللي بعد كده الفه يا جماعه الفه الراديش واحد غوي يتعرض لاشعاعات كل يوم لكن انا بحب اعمل اكس راي كتير بحب اعمل اشعه كتير بحب اتعرض للراديش طب والاي اللي بعد كده الريفرسبل هيتروجينك ماشي الفوق طب الاي اللي بعد كده ايميونولوجيكال ايه ايميونولوجيكال دي مش لازم في الامتحان بقى اكتبها اللي هو الامراض بتاعه الروماتولوجي كلها امراض الروماتولوجي معظمها بتعمل بريك كلها بتعمل بريكارديتس معايا ولا مش معايا طيب ايه كمان قلنا انفلتريشن فلتريشن زي ايه ميكس ديم انفلتر كانسر ما ده يعتبر انفلتريتد باي مالجنان سيلز معايا ممكن كمان انفلتريتد باي ساركويدوزس كمان ما ممكن يعمل بريكارديتس يعني في حاجات كتير في حاجه بس عايز اقولها ولا بلاش دلوقتي انا في روماتولوجي بلاش فدول كده سبعة اي طب خش بعد كده في كمان حاجتين بحرف الار مش هو اسمها بريكارديتس بري يبقى اكيد في ايه يا جماعه يبقى بيري كاردايتس يبقى سبعه بحرف الار معايا واثنين بحرف الار لما اقول اثنين بحرف الار بقى خلاص المرض الوحيد في الكارديولوجي بحرف الار اللي هو ايه روماتيك فيفر اظن بقى لو مش عارفين ان الروماتيك فيفر بتعمل بيري كاردايتس لا احنا ممكن بقى نتكلم في اي حاجه ثانيه لان احنا قلنا يا جماعه روماتيك فيفر خدتوها السنه اللي فاتت وانا هاخدها طبعا السنه دي كان في الميجور كرايتيريا اول كرايتيريا كانت ايه بانكارديتس يعني ايه بانكارديتس يعني باخد الثلاث طبقات واستك بتوع القلب يعني اندوكارديتس ومايوكارديتس وبريكارديتس طب اشوفكم فاكرين ولا لا الروماتيك فيفر بتعمل كل الامراض اللي في البريكارديوم ما عدا الروماتيك فيفر ما كانش بيعمل مرض من امراض البريكارديوم كان ايه هو يعني هو بيعمل دراي بريكارديتس يعمل البريكارديال فيوجن وماله هل الروماتيك فيفر كانت بتعمل كونستريكتيف بريكارديتس لا هو طبيعته الباثولوجي كده باثولوجي بتاعه المرض هو المرض اصلا المرض الروماتيك فيفر مرض ايمونولوجيكال انما ما كانش بيعمل ايه يا جماعه كونستريكتيف بريكارديتس لانه ما بيعملش فايبرس تيشو مفيش فايبروز انتوا فاكرين يا جماعه الاشوت نديول فاكرين الحاجات دي ما كانش فيه فايبرس تيشو ممكن ان هو يجي يلزق ايه الطبقتين على بعض طبقه المرض كده فعشان كده يقول لك ما كانش بيعمل كونستريكتيف بريكارديتس فيري رير على فكره الكلمه دي مهمه جدا في الاطفال كونستريكتيف بريكارديتس دي طب الارض الثانيه اشهر مرض في المنهج البطنه كله بحرف الار رينال فيلير رينال فيلير رينال فيلير تعمل دراي بريكارديتس سبب ايه الدراي بريكارديتس في رينال فيلير الله اعلم محدش يعرف وان كان لما نيجي نشرح كرونيك رينال فيلير هقول لك ايه لما تتزنق قوم قايل له ايه توكسينز قول له يا دكتور السكريا بايظه ففي توكسينز فالتوكسينز ممكن تصل الى البريكارديوم تقوم تعمل بريكارديتس بس هل التفسير ده مقنع
لا بس هو عموما على فكره بيسموه يوريميك سيندروم، خصوصا خصوصا ان البريكاردايتس لما تحصل في الكرونيك رينال فيلير تساوي اند ستيج، يعني ما بتحصلش مش كل الناس انت عارفها ما ناخد الانديكيشن اوف غسيل اللي هو الانديكيشنز اوف دياليسيس في عيان الكرونيك رينال فيلير. اول انديكيشنز هنقولها دراي بريكاردايتس، يعني لو عيان عنده كرونيك رينال فيلير وصل بيه الحال ان انت تحط سماعتك تسمع بريكارديا الرب، لازم تقول له استاذ ممدوح لازم ناخدك فومين 3 غسيل في الاسبوع، مالناش حل تاني اللي هو لازم يغسل الدراي بريكاردايتس. تفسيرها ايه ما حدش عارف قوي، انما بعض الناس تقول لك يا جماعه توكسينز ماشي، بس هو ما حدش عارف برضه توكسينز ازاي عمل الدراي بريكاردايتس، خصوصا ان هذا الدراي بريكاردايتس هقولها دلوقتي ونبقى نشرحها في النفرولوجي، هذا الدراي بريكاردايتس يمتاز بانه ايه؟ مين يقول بقى يمتاز بانه ايه؟ انت بقيت بهت على الناس يمتاز بانه هو طبعا اول حاجه في منتهى الخطوره يمتاز بانه بن لسن بن لسن. يعني ايه بن لسن؟ بن يعني هل بيبقى موضوع عيان مش موضوع؟ ما هي ده بقى اللي يخليك تقول ايه يعني في حاجه في كرونيك كان فيلير بس، ودي حاجه غامضه ما لهاش تفسير علمي هو ليه بيبقى بن لسن محدش عارف، ولو كان في تفسير كده هنقول له في النفرولوجي، بس يمتاز بانه بن لسن. طب انت تقول لي طب اعرف ان ده في كرونيك كان فيلير بس البريكاردايتس انا كيسه في كرونيك رينال فيلير تمتاز بانها ايه يا جماعه؟ بينلس. طب انا هعرف منين بالبريكارديا ايه؟ رب لو بحط سماعتي اسمع صوت الطبقتين هما ايه يا جماعه؟ بيحتكوا على بعض، فلما بيحتكوا على بعض ممكن يعملوا ايه يا اولاد؟ يقوموا يدخلوك معنى كده ان عنده بريكاردايتس تلطم تلطم. والله يا جماعه لما تشوف المنظر ده في عيان النفرولوجي لان معنى كده انه لازم يغسل لان البريكاردايتس لا تحدث الا في الاند ستيج. طيب ممكن ما تالفوا اي سبب يعمل بريكاردايتس؟ بص بكلمه واحده يا ابني اشطب على كل الكلام اللي عندك ده، اكتب 7 اي 2 بحرف الار واحده تاليف عشان يبقوا 10 خلاص 7 و 9 يبقى عايزين 8 واحده سيرش. يعني ايه سيرش؟ واحد دخل يعمل عمليه فين يا جماعه؟ عمليه دخلت تعمل قلب مفتوح؟ لا مش هتعمل عمليه يا جماعه عمليه قلب مفتوح وقبل ما تعمل عمليه نسيت تسيرش ايه؟ طب معلش يا جماعه وعديت على الريكورد لما تعمل الريكورد. طب يلا بقى كلينيكال بيكتشر في كلمه واحده، كلينيكال بيكتشر في كلمه واحده. طبعا بقى بعد كلينيكال بيكتشر وتزكوزو بصوا يا جماعه هو عرض واحد وسيمتوم واحد سيمتوم واحد وصايم واحد سيمتوم اللي هو ايه يا جماعه؟ بين تشيست بين. طبعا مش جاي اقول مواصفات البين بتبقى عامله ازاي بقى، سايت بيبقى فين؟ تشيست في البريكارديا. طب عندنا بيبقى طبعه الالم ايه؟ ستيتش نغز. هنا على فكره ممكن يطول. هنا بقى خد كلام نظري اللي انا هقوله دلوقتي مع ان اكيد سمعتوه في الراوندات، يدخل الدكتور يقول لك ايه؟ يقول لك طبعا ملوش علاقه بقى بالكاردياك سايكل، هنا الوجع ايه يا جماعه ملوش علاقه بالكاردياك سايكل خالص، انما يجي يقول لك ايه ريليشن تو ريسبيريشن. خد بالك ساعات يدخل في الراوند واكيد سؤال انا بطرحه عليكم برضه مع ان الاجابه دي انا مش مقتنع بيها خالص لانها كلام نظري بحت. يقول لك هو تعرف هو عنده ايه؟ تقول له بريكاردايتس اصل عنده شكشكه في صدره معايا. يقول لك طب وايش عرفك ان هي بريكاردايتس؟ مجاز بلورسي، خصوصا ان انا نفسي بعظمه لساني لو كان في لسان عظمه لسه قايل لكم ايه ان نفس الاسباب هنا تعمل اسباب هنا تقريبا يعني. طب ما هو جايز عنده فغالبا الاثنين بيبقوا اسوشيتد بالمناسبه. طب انت عرفت منين هو عنده بليرزي ولا عنده بريكارديتس؟ هنا بقى يقول لك ايه ده كلام نظري على فكره وكلام ساذج جدا، يقول لك خليه ياخد نفس يوقف نفسه، لو وقف نفسه والوجع راح يبقى اللي عنده بليرزي ولا بريكارديتس؟ بليرزي. لان لو وقف هو البليرزي ده اللي هو الطبقه البلوره اللي بتحيط بالايه باللنج، لما انت توقف نفسك اللنج ايه مش هتتحرك وبالتالي البلوره مش هتتحرك فما فيش احتكاك بين الطبقتين فالوجع يروح. انما لما توقف نفسك برضه البريكاردايتس تستمر ليه؟ لان معظمنا ان لم يكن كلنا طبعا لما بنوقف نفسنا بس قلبك ايه يا جماعه؟ عمال يلعب شغال عادي، فلو شغال عادي فالبريكاردايتس ايه؟ مش هتقف، توقف نفسك مش هتقف معايا ولا مش معايا؟ فعشان كده يقول لك ايه بقى؟ يقول لك انه لما بتوقف نفسك لو الوجع راح يبقى هو بليرزي، لو ما راحش يبقى هو ايه يا جماعه؟ بريكاردايتس. طبعا ده تفسير ساذج ليه؟ لانه قول له اللي يقول لك تفسير ده رد عليه وقول له اصلا معظم الحالات اللي عنده بريكاردايتس بيبقى عنده ايه يا جماعه؟ بلورزي اصلا الاثنين مع بعض، يعني هو غالبا بيبقوا الاثنين مع بعض. انما ماشي كلام نظري يعني ماشي. بص يا ابني اهم حاجه في الموضوع ده ما تذكرش فيه غير الساين انا ما بقولش ساينس ساين واحد اللي هو احتكاك مش طبقتين. انت عارف البريكارديوم بتبقى في منتهى النعومه تبقى ناعمه قوي فاحتكاك هما ما بيعملش صوت. طب لما يحصل انفلاميشن مش عارف هتجني اخ طب وصل مع البريكارديوم طبقتين المفروض ده لما بيحتكوا مع بعض ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ يعني وهم في منتهى الخشونه فيبدا يحصل ايه؟ صوت اللي هو صوت البريكارديال رب. البريكارديال رب ده خدته في العمليه
رب اللي هو صوت ايه؟ كسر. صوت احتكاك الطبقتين مع بعض اللي هو عامل ازاي؟ بيفرق زي المفرش. عارفه لما تجيب مفرش ايه يا جماعه؟ البلاستيك وتعمله في ايدك كده، او لما بتمشي بجزمه جلد على ايه يا جماعه؟ على الرخام، او لما بتعمل كده. عارف لما بتلعب ايه يا جماعه؟ او ده ماشي. انت عامل حسابك يا نهار اتصلع. اما بتعمل كده ما بتعمل ورا ودنك كده على شعرك ورا ودنك بتلاقي ايه؟ في صوت. انا سامع كويس لما ورا ودنك مش عارف تسمعينه ولا لا. بس مش لازم تسمعوه تعملوه وانتوا قاعدين، اللي هو كده هتلاقي في ايه يا جماعه؟ هتلاقي في صوت. هو ده اللي هو صوت بيسموه بالعربي خرفشه او خروان، مش عارف كانوا بيسموه ايه كده. هو ده وخلاص خرفشه. هذا الصوت او هذا الرب يمتاز بانه رقم واحد ليزري ساوند، صوت الجلد معايا، ورقم اثنين يمتاز بانه نوت ريليتد تو ايه؟ كارديك سايت. ده مش مرمر يعني، ما اقدرش اقول سيستوليك او دايستوليك. رقم ثلاثه يمتاز بانه سوبرفيشال ساوند. يعني ايه سوبرفيشال ساوند؟ يعني صوت ايه يا جماعه؟ سطحي. يعني ايه صوت سطحي؟ بيركاد من بره. ايوه لان البيركاردم ده بره. بس يعني ايه صوت سطحي؟ هو يا جماعه لو واحد جه يتكلم ورا الباب على طول حتى لو صوته واطي وانت سامعه بالعافيه، بس مش بتبقى عندك الاحساس ان هو جاي من ورا الباب على طول. ولو انت سامع صوت في اخر الشارع وعالي جدا واضح جدا، بس بيبقى عندك الاحساس ان هو ايه؟ جاي من بعيد. يعني عشان كده لما تحط سماعتك حتى لو الصوت واطي، انا مش قضيتي واطي ولا عالي على فكره، لكن انت بينتابك الاحساس ان الصوت سطحي. انت نفسك كنت بتسمع تقوم قايل عن ايه الصوت السطحي اللي عندك ده؟ يقول لك يعني ايه صوت سطحي؟ قول له يعني سوبرفيشال. يقول لك يعني ايه سوبرفيشال؟ قول له تحت السماعه على طول. يقول لك اه ما اصل انا عندي البريكاردا بايظ، البريكاردا من بره على طول. شايف بقى سوبرفيشال. اهم حاجه في الدنيا هي الصفه الجايه، ان هذا الصوت او هذا الصوت يمتاز بانه بيزيد لما بتضغط بالايه؟ بالسماعه. لما بتيجي تضغط بسماعتك كده الصوت يزيد. خد بالك دي مهمه قوي في العمل، بيحبوها قوي الحكايه دي. في هنا تفسيرين للظاهره دي، تفسير كل الناس بيقولوه بس انا مش مقتنع بيه صراحه، بس انا احب اقوله برضو لان ايه يا جماعه؟ هو ما يسالك شفوي اعتقد ممكن يبقى عايز يسمع التفسير ده، بس انا مش مقتنع بيه. وتفسير تاني انا مقتنع بيه جدا بس ما حدش انا مقتنع بيه، مش عارف ليه. وانا حتى دايما لما بشرح الحته دي دايما اقول والله يا جماعه فعلا ان انا هفضل اقول التفسير ده لحد ما الاقي واحد بس اقتنع بيه، ولغايه دلوقتي شوفوا الواحد بقاله كام ما فيش حد اقتنع بالتفسير ده، مش عارف ليه، مع ان انا مقتنع بيه جدا على فكره. نبدا بالتفسير اللي كل الناس بيقولوه مقتنعين بيه ومهم، بس انا مش مقتنع بيه، ولا التفسير اللي مقتنع بيه والناس مش مقتنع بيه؟ انت مقتنع بيه؟ لا والله. نبدا بالتفسير اللي كل الناس يقول لك ايه؟ يقول لك والله هو بيزيد. بيزيد ليه؟ طبعا مش مقتنع بالتفسير ده بس كل الناس بتقوله بتبقى عايزه تسمعه بينه وبينه. انت لما بتضغط بسماعه كده الصوت بيزيد ليه؟ لان انت هنا بتقرب الطبقتين من بعض، فلما تقرب الطبقتين من بعض تزود ليه؟ الاحتكاك. وهو البريكارديا الرب ايه غير زياده في الاحتكاك؟ انا مش مقتنع بالتفسير ده ليه؟ لان برضو انا اقدر اقول لك ما انت لما بتقرب الطبقتين من بعض الطبقتين هيلزقوا على بعض مش هتحركوا اصلا. يعني مش مقتنع قوي بالتفسير ده. ايه الخيال العلمي اللي هو تضغط فتقوم بالطبقتين يقربوا من بعض قوي فيقوموا يعني؟ انا مش مقتنع بالايه يا جماعه؟ بالتفسير ده. بس هو يعني ماشي قول له، لان لما بقرب المفروض الطبقتين بيحتكوا مع بعض اكتر فيبقى الصوت اعلى. بس انا مش مقتنع بالتفسير ده. لا انا مقتنع بيه جدا على فكره، ومش عارف ليه الناس ما بتقتنعش بيه. انت لما بتضغط بالسماعه الصوت بيزيد ليه يا جماعه؟ بسمع كويس. لا ده تفسير ده ايه اللي بسمع كويس؟ بسمع كويس اللي هو بس انت على فكره قرب. لانك بتقرب من مكان الصوت. بس كده بقول لك ليه يا حبيبي لما بضغط بالسماعه الصوت بيزيد؟ قول له يا دكتور. بس قول له يا دكتور وابعد كده واعمل كده اللي هو ساتر ايه يا جماعه؟ قول له التفسير ده. قول له يا دكتور لانك بتقرب من مكان الصوت. مش انت ضغطت بالسماعه فقربت من مكان الصوت ولا قربت؟ ده نفسه. اه شفت نفس الدماغ والله من بقول لك بس انت زملكاوي. يعني حاجه اللي هو فاللي هو بتقرب من مكان ايه يا جماعه؟ بتقرب من مكان الصوت. لما بتقرب من مكان الصوت فالصوت يعلى. تقوم انت تقول لي هو التفسير ده مقنع بالمناسبه ولا مش مقنع؟ جدا والله؟ اه والله. انت مقتنع بيه فعلا؟ اه طيب ده اللي احنا متفاجئين قوي يا جماعه. طبعا يا سيدي طلعت جوه لما اشوفك فعلا بحس ان الدنيا سخيفه. طيب وفي سمايل وبتاع. فين سمايل فين؟ لا والله طب تمام. بص يا جماعه طبعا اللي اقترب التفسير ده يا جماعه يعني معلش اولا لو انتم مقتنعين بالتفسير ده قرب من مكان الصوت. بس اقول لكم احسسه بالذنب دلوقتي. طب ما اي صوت في الدنيا كده. طب ما الفالفر هارت ديزيز كده مش معنى ما قلناش في الفالفر هارت ديزيز ما انت برضه الفالفر هارت ديزيز لو ضغطت بالسماعه يبقى اي صوت في التشيست المفروض يعلى صح ولا انت فاهمين؟ عشان كده التفسير ده طبعا ليهم حق يعترضوا عليه وما حدش يقتنع بيه. لا التفسير ده مقنع. هقول لك ليه مقنع. ما تهيرلوش. ما انا هقول لك ليه بقى. لان خد بالك لما انت بتقرب من مكان السماعه عارف انت اما يبقى الصوت جاي سوبرفيشال الميلي ده يفرق، لكن لما يبقى الصوت جاي من اعماق القلب الميلي ده اقول لك تقول لي مش فاهم. اقول لك لما انت تتكلم وانا مش سامعك اعمل ايه؟ اقوم اقرب لك كده. الميلي ده ممكن يخليني اسمعك لان احنا اصلا ايه قريب. لما تخيل لو واحد بيتكلم على اول الشارع وانت بسمعه كويس وانا عملت كده عشان اسمعك لان الميلي ده عمره ما يفرق لما تبقى مسافه بعيده. قول له الميلي عشان يا جماعه بقول كده ممكن في الشفوي يناقشك يطلع واحد ايه ابو لهب واقف لك بقى
طب تقول ايه يا حبيبي التفسير ده؟ والله جبت العماد بتاع من مكان سوق. يقول لك يا ابني بقى وضحكه شريره متقطعه ترجع ارجع المكان كله وجيب الناس كلها يتفرجوا عليك. شفت اللي بيقول التفسير ده؟ طب يا ابني ما الفرفر هارت ديزيز كده. اقول له يا دكتور المين يفرق عندما يكون الصوت سوبرفيشال؟ انما عمره ما هيفرق لو الصوت دي. واديله المثل اللي انا قلته دي. قول له يا دكتور لو انا بتكلم انت بسمع هتقرب كده شويه، انما لو واحد قول له التفسير اللي انا قلته. طيب ندخل بعد كده. ده يبقى البريكارد الربي يمتاز بكام صفه؟ اربع صفات. الصفه الاولى نو ليزر ساوند، الصفه الاولى الثانيه نوت ريليتد تو كارديك سايكل. كل الكلام ده اي كلام على فكره. انا عايز اقرا اقرا مش عايز اقرا احسن. تعرف الاسباب بس والاسباب سبعه اي و2 يا جماعه. اثنين ار واحدة تروما في الـ 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 في وعشان الفينوس ستيرل لما بيزيد القلب فممكن القلب يبقى الانقباض اقوى. بس دي كلها حاجات كلام فارغ، لان انا قلت الكلام ده كله كلام ايه؟ كلام نظري اكتر منه كلام واقعي. بس الانفستيجيشنز كلمه واحده غير انفستيجيشن فور ذا كوز اي سي جي. ايه ده؟ هو درايفر كاردايتس بيبان في الاي سي جي؟ قولوا بقى يبان ازاي. هنا بقى كلمه اول بقولها انا والله قلتها قبل كده. الدرايفر كاردايتس في الاي سي جي كان بيعمل ايه يا جماعه؟ اليفيتد ST segment. أو أول ما أقول elevated ST segment ونبصص كده. إيه بقى ST elevation؟ وقلت أنا فاكر والله قلت بعض من التساني لو كان في لسان عبد ثلاث أمراض عندنا في المنهج يعملوا chest pain ويعملوا elevated ST segment. اللي هما إيه؟ Transmitted angina ومايوكارديال انفاركشن. مايوكارديال انفاركشن. وإيه كمان؟ Transmitted angina. ودراي بريكارديتس اللي بنقوله النهارده. وإيه كمان؟ Transmitted angina. والثلاثه بيعملوا تشيست بين. يبقى الثلاثه بيعملوا تشيست بين وفي نفس الوقت تلاقي الاس تي سيجمنت يا جماعه عاليه. انا قلت كلمه يوميها ازاي تفرق؟ والله يا جماعه ما قلتهاش. لا ازعل لان انا قلتها مع الميكاردال انفاركشن. ذاكره دبانه اقسم بالله ذاكره دبانه زي ما انا قلت لك الشهه ترجع تاني بعد ثلاث ثواني. ذاكره ضعيفه والله هي فعلا. ودي مع حقيقه علميه بالمناسبه. هي مش في رخمه، هي بتنسى ان انت هشتغل. انت في السيرابي بتاعت الميكاردال انفاركشن اوتوماتيك عارف ان هو يبقى بريكر دايت حضرتك قلت كده صح؟ انا اقول الكلام ده كابتن بتقول الكلام ده لو كده لو مات هو انا قلت ده شكله ايه ده. انا قلت الكلام ده هو ده بقى اللي بيطلع اهو. شوفوا ده ايه ان انا قلت الفرق ازاي يعني ده راجل الفانكشن لو مات هو كان. لا انا قلت حاجه ثانيه انت بس انا قلت حاجه ثانيه. قلت ان لو عنده درايف ريكارديتس علاج الميوكارديال انفاركشن قاتل ليه. مش معنى كده ان انا عشان اشخص اعمل كده يعني عمره ما كانت تفهمت كلامي غلط خالص. يعني مش معنى كده ان انا عايز اعرف عدد درايفر ريكاردايتس ولا لا. اديك الميكاردن فاكتور. لو مات يبقى هو درايفر ريكاردايتس. لو حي قال لك انا حي وكده يبقى بس لما تنشر كيف نفرق بين الاي سي جي الثلاثه اليفيت اس سيجمنت. انا قلت كلمه عدد انت... ايوه شفتوا يا جماعه اللي هو يقول لك الميكاردن انفاركشن الثلاثه بيعملوا اليفيت اس تي سيجمنت. الاس تي سيجمنت عاليه بس قلنا الميكاردن انفاركشن كان بتبقى عامله ازاي بقى؟ عامله زي غطا الحله. يعني ايه غطا الحله؟ ما انا لو قلتها بالطريقه دي طب العشوائيات ده يوتوب العشوائيات يعني انا ممكن اقول لك ايه يا جماعه الميكاردن انفكشن بتبقى كوفد. ده انا كويس ما انا كنت قلتها كده كان زمان. ايه بقى كوفد؟ يعني ايه كوفد؟ اللي هي يا جماعه كونفكس. يعني ايه كونفكس؟ اللي هي محدبه. يعني انا بحاول قلت لكم غطا الحله. ما غطا الحله طلع محدبه يا جماعه معايا ولا هيش اهو غطر حلة محببة. طب الدرايب ريكارديتس ما هو لما الميوكاردال انفكشن عامل زي غطر حلة يبقى كمل بقى الحل. طب الدرايب ريكارديتس عامل زي ايه؟ الحلة. طبعا في الامتحان حلة فاهمين نقصد يعني ايه؟ يعني كون كيف. يعني ايه كون كيف للي مش عارف؟ انا حاسس فيكم ناس مش عارفينه. واضح ولا لا؟ تبقى البرنزيميت الانجن عامله زي ايه بقى؟ صينيه. يعني ايه صينيه؟ فلات. سهلة ولا صعبة؟ يبقى اكتب الكلمة دي. وعلى فكرة وانت بتكتبها ارجع للميكاردال انفراكشن كنا قلناها اس تي سيجمنت. والله قلناها لك كده في الشفرة ليه عمل فرح والسرور ارجاء اللجنة وديك صفر شروط وقلنا ده طبعا قلوا الاس تي سيجمنت في درايب ريكاردايتس عاملة ازاي؟ حل اكون كيف؟ حل. حتى افتكر دايما درايب ريكاردايتس لا واضحة صح مش هيكرة بريكاردايتس شبيه بالحلة دكتور برينز بان بيبي على بي بي وبي. انا سعيد جدا والله. فعشان كده دراجر الكومنتس يقول لك عامله زي الحله.
مايوكارديال انفانكشن غطى الحلق. البريزيمتال انجنا عامله زي الصينيه اللي هي فلات. لا في فروقات ثانيه يا جماعه اكثر واقعيه بقى. ان يا جماعه خدوا بالكم اللي عنده دراي بريكاردايتس يعني انفلاميشن في البريكاردي، لما تعمل اي سي جي هتلاقي الاس سيجمنت عاليه في ايه بقى؟ في كل الليد بتاعه الاي سي جي. يعني احنا عندنا 12 ليد في الاي سي جي، اللي عنده انفلاميشن بيبقى غالبا عنده انفلاميشن في كل البريكاردي. فتلاقي تمسك ال 12 ليد كده تلاقي الاي سي سيجمنت ايه يا جماعه؟ انما اللي عنده مايوكارديال انفاركشن ده حته في حته، شوف انا بقول ايه، ما بقولش القلب مات، حته في القلب مات، يبقى كام ليد هما اللي ممكن ايه الليد اللي واخده من الحته دي؟ يعني بتلاقي مثلا 2 ليد او 3 ليد بس هما اللي يا جماعه فيهم اس تي سيجمنت اليفيشن. عشان كده لما تمسك كده وتلاقي كل الليد عاليه تستبعد المايوكارديال انفاركشن. ليه؟ لان مش معقوله واحد قلبه كله مات. اصل لو قلبه كله مات ده يهم مين؟ الحنوت، ما يهمناش احنا بقى. فعشان كده لما تلاقي كل ال 12 ليد اس تي سيجمنت اليفيتد يبقى على طول تقول له روح انت درايف بريكاردايتس. انما في المايوكارديال انفاركشن بتلاقي يا جماعه ليد او 2 او 3 بس هما اللي فيهم اس تي اليفيشن. طب الفرق الثالث، انتوا ليه ما بتقولوش ثالث يا جماعه؟ المايوكارديال انفاركشن بيبقى فيه حاجه ثانيه في الاي سي جي غير كده. في الاستيمي بيبقى فيه باثولوجيكال كيو، انما في درايف بريكاردايتس مفيش باثولوجيكال كيو. طب غير الاي سي جي الفرق ازاي؟ كاردياك انزايمز ايه؟ فالمهم ده كده هو الكاردياك انزايمز وكده المايوكارديال انفاركشن. حلو الكلام. طيب ندخل بعد كده نتكلم عن التريتمنت في كلمه واحده، علاج السبب بس، علاج السبب وتاخد مسكنات اندوميثاسين ولا اي حاجه. يبقى اذا اهم كلمه في درايف بريكاردايتس، اشطب على كل الكلام اللي عندك ده والنبي يا جماعه اشطبوا عليه بس الله يخليكم. هنذاكر ايتيولوجي 7 اي، ومش ذاكره هو في 7 اي 2 ار واحده بي او واحده تروما. واعرف كمان البلور الرب الاربع صفات، بس سيبك بقى من صفات الالم والكلام ده، ممكن افهم ده بجانبين معروف. واعرف كمان، اعرف كمان اي سي جي جدول المقارنه ما بينه، لانه شفوي مهم، ولانه برضو ايه هتيجي سيرته حتى في المايوكارديال انفاركشن. العلاج طبعا علاج السبب ده اي كلام حمد بجانبين الشمال، واندوميثاسين مسكنات. النهارده بقى عايزين نبدا نشرح البريكارديال افيوجن. يعني ايه كلمه بريكارديال افيوجن اصلا؟ يعني اكيوموليشن اوف فلويد في البريكارديال ساك، صح ولا غلط؟ وعشان كده ادي الديفينيشن اشطب عليه لانه اسهل من ان احنا نقول. لكن بعد كده الايتيولوجي، الايتيولوجي برضو المفروض تشطبوا عليه. ليه تشطبوا عليه بقى؟ لاني انا لو في مجموعه طبيعيه وقدامي طلبه طبيعيين، المفروض اول ما اقول ايتيولوجي وبريكارديال افيوجن ترد عليا وتقولوا لي ايه؟ لا مش للدرجه دي، لان البريكارديال افيوجن يعني اكيوموليشن اوف ايه يا جماعه؟ اوف فلويد. طب ما هو اكيوموليشن اوف فلويد يعني إديمة. اذا لما اقول لك ايه هي اسباب البريكارديال افيوجن هتقول لي نفس هي بالظبط نفس اسباب ايه يا جماعه؟ الإديمة. وما اعتقدش ان واحد في سنه 6 طب ما يعرفش يقول ايه هي اسباب الإديمة، صح ولا غلط؟ وباين في عينيكوا او باين على عينيكوا ان انتوا كلكوا ايه طبعا عارفينها. صح، لو مش عارفينها انا ساتر وغطى عليكم. ممكن اقولها بس بشرط ان انا هقولها النهارده، بس اي اكيوموليشن اوف فلويد تاني يجي في المنهج المفروض بقى ما اقولوش. يعني في البلورال افيوجن مش هقول حاجه، في الاسايتس اي إديمة ان شاء الله في دماغك في طحاق في اي حته طبعا مش ايه يا جماعه، مش هشرحها تاني اقولها ولا ما اقولهاش اسباب الإديمة، عارفينها ولا مش عارفينها؟ بصوا يا جماعه هرجع بيكم لسنه اولى. طب كان دخل راجل بتاع فيسيولوجي كده ورسم، قال لك ده ايه اللي هو الطب اللي انا ما بحبوش ابدا بقى الاستظراف ده، عمالك ده ايه؟ فرديته وقلت ده اللي هو ارتريوز، معايا ولا مش معايا؟ وهنا في الكابيلاري اهي، وهنا في ايه يا جماعه؟ الفينيو. وايه اللي ماشي جوه ده؟ الدم. طبعا الدم طالما ماشي جوه هل بيقدر يعمل اي حاجه ليه قيمه؟ لا طبعا، لازم الدم يطلع بره. طب يطلع بره ازاي؟ هتلاقي الدم يطلع كده عشان يدي الاكسجين والنيوتريشن والحاجات دي، وبعدين يرجع ثاني يروح فين يا اولاد؟ يتشفط في الفينيول. حلو الكلام. فهو ده اللي هو ملخص الايه الحركه اللي كانت بتحصل دي واللي كلكم عارفينها. عايزين نعرف بقى ايه اللي يعمل اكيوموليشن اوف فلويد هنا. هيبقى رقم واحد اول حاجه تعمل إديمة ان الاخرام هنا يحصل لها ايه يا جماعه؟ توسع. يعني ايه الاخرام توسع؟ اللي هي زياده البرميابيليتي. طب هو ايه اللي يوسع الاخرام بالمناسبه؟ اللي بيوسع الاخرام هي كلمه واحده بس، الا وهي كلمه ايه يا جماعه؟ انفلاميشن. يعني اي انفلاميشن يحصل هيزود البرميابيليتي وبالتالي يعمل ايه يا جماعه؟ يعمل إديمة. اللي هو اي انفلاميشن بيوسع الاخرام، وعلى حسب مكان الانفلاميشن بقى. يعني احنا النهارده بنتكلم في البريكارديال افيوجن، يبقى الانفلاميشن موجود فين يا جماعه؟ في البريكارديوم، صح ولا غلط؟ يبقى الاسباب اللي عملت بريكاردايتس ممكن برضو بعد كده تقوم توسع الاخرام تقوم تعمل لك إديمة. ولكن نهدى هنا بقى شويه، لما الاخرام توسع هتبدا ايه يا جماعه؟ يبدا ينشع او ينزل ميه، بس ميه وايه بقى؟ وحاجات تانية كتير. واكتب كده، ميه وحاجات تانية كتير. حاجات تانية كتير اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هي بروتينات وايه كمان؟ بروتينات وخلايا. طب هي البروتينات والخلايا عرفت تنزل ازاي مع الميه؟ يقول لك اصل الاخرام ايه يا جماعه؟ الاخرام وسع. يبقى اذا، وهو ده يا اولاد اللي كنتوا زمان بتسموه ايه بقى؟ اكسوديت. اذا ما هو الاكسوديت؟
في كلمه واحده في الشفه، ولما يقول لك يعني ايه اكس وديت اصلا، رد عليه وقول له يعني ميه وحاجات تانية كتير. يقول لك يعني في ميه وحاجات تانية كتير اللي هو الاكس وديت. ما هو سبب الاكس وديت بقى في كلمه واحده؟ الانفلاميشن. ليه حاجات تانية كتير تاني؟ لان الاخرام ايه يا جماعه؟ الاخرام وسعت، يبقى ميه وحاجات تانية كتير اللي هي البروتينات والايه والخلايا. ده كده اللي هو اول سبب يعمل اديما، اللي هي اسباب الاكس وديت. لكن خد بالك بقى، ممكن الاخرام ما توسعش، والله العظيم ما توسع، ومع ذلك يحصل إديمة. تقول لي ازاي؟ اقول لك لو هنا انت زودت الضغط قوي، اللي هي حاجه اسمها زياده الهيدروستاتيك ايه بريشر. لما انت تزود الضغط هنا قوي ايه اللي هيحصل؟ هتبدا برضو تنشع او تنزل ايه، تنزل ميه. بس خد بالك بقى، المره دي هتبقى ميه وايه، مين شاطر يقول؟ ميه وملح. هتبقى ميه وايه، ميه وبس. ليه بقى ميه وبس؟ ميه وبس لان الاخرام هنا ما وسعتش، وما دام ما وسعتش ايه اللي هيحصل؟ البروتينات والخلايا مش هيعرفوا ينزلوا، وهو ده يا اولاد اللي اسمه ايه بقى؟ ترانسوديت. اذا ما هو الترانسوديت؟ ميه وبس. وما هو الاكسوديت؟ ميه وحاجات تانية كتير. ليه حصل اكسوديت؟ لان الاخرام ايه يا جماعه؟ وسع. لكن لو الهيدروستاتيك بريشر زاد ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في ميه وبس. سؤال بقى، وده سؤال طبعا للطلبه السوزج قوي، يعني انا ما اعتقدش ان هو الاي كيو بتاعهم قليل قوي. هو ايه اللي ممكن يزود يعمل ترانسوديت كده؟ ايه اللي ممكن يزود الضغط هنا؟ ايه اللي ممكن يزود الهيدروستاتيك بريشر؟ في كلمه واحده، اي واحد عنده اي مصيبه في الجهه الايه يا جماعه؟ اليمنى من القلب. لان الجهه اليمنى من القلب كان بيعمل ايه يا اولاد؟ سيستميك كونجيشن، فيخلي الضغط عالي قوي. عشان كده الناس اللي عندهم هارت فيلير كان عندهم ايه يا جماعه؟ كان عندهم إديمة. هذه الإديمة تمتاز بانها ايه بقى؟ ترانسوديت. ليه ترانسوديت؟ لان الاخرام ايه يا جماعه؟ ما وسعتش. يبقى اول سبب ليه؟ ما ده مش نفس اسباب الاسايت، ده نفس اسباب اي اكيوميليشن اوف فلويد. يعني البلورال افيوجن المفروض بقى يا جماعه ان انا لما باجي اشرحها تقولوا لي ايه بقى؟ لا ما تقولهاش، ما تبقاش بقى طوال طالب المهرجه الهندي اللي هو بتعمل ايه؟ بذاكر اسباب البريكاردال افيوجن. نفس ذات الطالب بتعمل ايه؟ لا اسباب البلورال افيوجن. نفس هو نفس الطالب بيذاكر اسباب الاسايت، وفي الاخر طبعا هتقفشه من حمام السيدات في اول طريق الايه؟ السويس ليله الامتحان. فالمهم بقى يقول لك يبقى ده كده الحاجات اللي بتعمل ترانسوديت. طب هو في حاجه ثالثه ممكن تعمل اديمه؟ طبعا. تعالى نتخيل المية هنا طلعت عادي جدا، واضح ولا مش واضح؟ مفروض المية اللي بتنزل هنا دي هل المفروض لازم ايه يا جماعة؟ تتشفط تاني. مين اللي بيشفطها بقى؟ الفينيول. هو الفينيول بيشفط ازاي؟ بقدر ما يحتوي من بروتينات، اللي هي حاجة اسمها اوزموتيك او انكوتيك ايه يا جماعة؟ او انكوتيك بريشر. واضح ولا مش واضح؟ فالمهم بقدر ما تحتوي من بروتينات يبدأ يشفط المية دي تاني. وعشان كده بقى لو حصل هايبوبروتينيميا يحصل ايه يا جماعة؟ لما الاوزموتيك بريشر تقل او الانكوتيك بريشر تقل يقوم يحصل ايه؟ قدره الفينيولز على ان هي تشفط الميه بتقل، وبالتالي يحصل اكيوموليشن اوف ايه يا جماعه؟ اوف فلويد. يبقى اذا السبب الثالث اللي ممكن يعمل اديمه هو ايه بقى؟ هو نقص البروتينات اللي هو الهايبوبروتينيميا. وعشان كده عيانين الليفر، عشان كده النيفروتيك سندروم، كل دول بيبقى عندهم ايه يا جماعه؟ اديمه. وهذه الاديمه تمتاز بانها ايه؟ مين يزود الجمله؟ اللي عنده هايبوبروتينيميا. ده بيبقى عنده هايبوبروتينيميا فين يا جماعه؟ في الجسم كله ولا في حصة معينة؟ بيبقى في الجسم كله. وعشان كده بيبقى عنده جنرالايزد ايه؟ جنرالايزد إديمة. ممكن في البدايات تظهر في حتت معينة، هنقولها طبعا كمان شوية، ولكن الغالب بتبقى ايه يا جماعة؟ جنرالايزد إديمة. يبقى اذا رقم ثلاثة هايبوبروتينيميا، فده اللي هو السبب الثالث اللي ممكن يعمل إديمة. في سبب رابع ممكن يعمل إديمة، قولوا يا جماعة ده السبب، ده الكلام ده تخطوه في الفسيولوجي سنة اولى طب، انت تخطوه في ثانوية عامة كمان. هو كان ايه اللي بيشفط الميه؟ كان الفينيولز بس، هي الفينيولز لوحدها كافئ. كان في الليمفاتكس. ايه الليمفاتكس دي؟ يعني ايه بالعربي؟ كلمه ليمفاتكس يعني ايه بالعربي؟ بالعربي الليمفاتكس يعني البلعات. البلعات اللي هي ايه يا جماعه؟ في هنا كده اللي هو الليمفاتكس اهي، تعالوا نرسمها، وبتصب برده هنا في الفينيولز. معايا ولا مش معايا؟ عشان كده لو حصل ليمفاتيك اوبستراكشن كان ممكن يحصل ايه برده؟ يحصل اديمه. حتى في حاجه اسمها قيل، مش عارف فاكرينها ولا لا. المهم يعني فيقول لك في عندنا الاسباب اللي بتعمل اديمه بقى كام سبب يا اولاد؟ هم اربعه. ايه هم الاربع اسباب تاني؟ عشان الكلام ده عايزين بقى ايه نقوله للمره الاولى والاخيره. قلنا رقم واحد الاخرام ايه يا اولاد؟ توسع. ايه اللي يوسع الاخرام؟ ايش كلمه واحده؟ انفلاميشن. وده اللي اسمه ايه يا جماعه؟ اكسوديت. ما هو الاكسوديت؟ ميه وحاجات تانية كتير. في حاجات تانية تعمل اديمه، ممكن الاخرام ما توسعش بس الضغط هنا ايه؟ يزيد، وهو ده اللي اسمه زياده في الهيدروستاتيك بريشر. او ممكن الفينيول ما بيعرفش يشفط، او ممكن الليمفاتيك ايه يا جماعه؟ اتسدد. تعالوا نطبق الكلام ده على البريكاردال افيوجن بقى. يبقى اسباب البريكاردال افيوجن ايه؟ طبعا ما حدش ذاكرها، ما هو نفس الكلام. واحد، اول كلمه انفلاميشن. بس انفلاميشن فين بقى؟ في البريكارديوم. يبقى ايه اللي بيعمل انفلاميشن في البريكارديوم؟ نفس الاسباب اللي احنا قلناها الحصه اللي فاتت بتاعه الايه يا جماعه؟
البيريكاردايتس اللي هما 7 اي و2 ار ومش عارف تروما والحاجات دي. يبقى ده اول حاجه. طب وتاني حاجه زياده الهيدروستاتيك بريشر اللي هو زي مثلا رايت سايد هارت فيلير. عشان كده في الامتحان ممكن يقول لك هو الرايت سايد هارت فيلير يعمل بريكاردال افيوجن؟ قول له طبعا يعمل بريكاردال افيوجن لانه بيزود الايه يا جماعه الهيدروستاتيك بريشر. رقم 3 هايبوبروتينيميا ورقم 4 ليمفاتيك اوبستراكشن. ادي الاسباب بتاعه البريكاردال افيوجن. تعالوا بقى نتخيل ان كل اللي انا قلته من اول الحصه ده ما قلتوش وان انا دخلت في مجموعه طبيعيه. المفروض لو دخلت في مجموعه طبيعيه كنتوا تبقوا عارفين الكلام ده صح ولا غلط. فهنعيد الكودلين وكاننا وكاني ما قلتش الكلام ده خالص. نبدا بريكاردال افيوجن عشان هتكتشفوا دلوقتي ان الموضوع ده ما فيهوش حاجه بتتذاكر تقريبا. الديفينيشن اقوله ولا ما اقولوش؟ المفروض تقولوا لا لانه عباره عن ايه يا اولاد؟ اكيوميليشن اوف فلويد في البريكارديال ساك. طب الايتيولوجي اقوله ولا ما اقولوش؟ لا يا اخو في حد يقول لي قوله تاني. الايتيولوجي اقوله ولا ما اقولوش؟ المفروض تقولوا لا طبعا. تقولوا ازاي؟ ما هو نفس اسباب الإديمة اللي هم ايه يا اولاد؟ اكسوديت وترانسوديت. اسباب الاكسوديت ايه؟ طب اقول لكم سؤال بيجي في الام اس كيو ولا بلاش دلوقتي عشان ما تلخبطوش. انتوا فاكرين الفرق بين الترانسوديت والاكسوديت؟ طبعا الجدول اللي اتهرس في مليون فيلم قبل كده فاكرينه ولا لا؟ يعني مثلا الاكسوديت بيبقى السبيسيفيك جرافيتي يا جماعه اعلى من 1600 كان. بص ده في خلف النص كده وهنا اعلى 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 هنا اقل اقل اقل. يعني هنا مثلا بيبقى اعلى من كام؟ 1016. البروتينات هنا بتبقى اعلى من كام؟ 3. انما هنا اقل من 3. ما فاكرين الكلام ده ولا لا؟ الالكتيك ده هيدروجينيز بيبقى هنا عالي انما هنا ايه يا جماعه؟ انما هنا واطي اقل من 200. يوم يجي سؤال في الام اس كيو كلكم هتغلطوا فيه بقى اللي هو بيقول ايه؟ يقول لك از ريجارد تو ترانسوديتيف بلورال افيوجن مثلا او بريكاردال افيوجن اي حاجه بقى ويتش از انكوركت. ويجي يقول لك ايه؟ الطالب اللي ما بيركزش هيغلط في السؤال ده وانت هتغلطوا في السؤال ده على فكره. انت متعود ما بتركزش في المذاكره انت عارف ان هنا اعلى 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 هنا اقل اقل اقل. يوم يجي يقول لك ايه بقى؟ از ريجارد تو ترانسوديتيف بلورال افيوجن ويتش از انكوركت. ويجي يقول لك ايه؟ بيبقى رقم واحد البروتينات اقل من 3 جرام صح ولا غلط؟ صح. يجي يقول لك اللاكتيك ديهيدروجينيز اقل من 200 صح. السبيسيفيك جرافيتي اقل من 1016. البي اتش اقل من 7.2 هي البي اتش. انت متعود ان هو اقل 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 معايا وتلاقي الطلبه وهم قاعدين يا دكتور في غلطه في الامتحان تعمل كله اقل المفروض. لا بس خد بالك البي اتش اقل من 7.2 دي بتحصل في حالات الانفكشن. خد بالك والانفكشن يعني انفلاميشن وعشان كده تعمل اكسوديت مش ترانسوديت. سؤال ده من الاسئله اللي بتيجي ام اس كيو بتبقى خداعه شويه. سؤال ده على فكره بيجي في اليو اس ام اي كتير كمان. فالمهم بقى يبقى ندخل بعد كده في الهيمودينامكس. يبقى اكتبوا في الترانسوديت يا جماعه كلمه للزمن. انتوا طبعا حافظين الجدول اتهرس في مليون فيلم قبل كده بتاع الفرق بين الاكسوديت والترانسوديت. ولكن اكتب ان كل حاجه في الترانسوديت بتبقى اقل ما عدا البي اتش عشان في الام اس كيو ما تتلخبطش. البي اتش بتبقى قليله في حاله الاكسوديت مش ترانسوديت. دي حته بتيجي في الام اس كيو اعتقد طلبه كتير بيغلط فيه. واضح ولا مش واضح؟ ندخل بعد كده نتكلم عن الهيمودينامكس بقى. الهيمودينامكس انا دايما بقول كلمه وما الموضوع ده البريكاردال افيوجن الا هيمودينامكس. تعرف الهيمودينامكس المفروض برضو لو انت في مجموعه طبيعيه اول ما اقول الهيمودينامكس ترد عليا وتقول لي ايه بقى؟ لا ما تكملش بقى خلاص. والله ما تكمل لان لو في اي كيو في خليتين مخ المفروض تكمل انت الموضوع كله. تعال نشوف الهيمودينامكس ونقولها بالتفصيل الممل بقى. بس خد بالك انا من انصار المدرسه اللي بتقول ايه بقى؟ ان الهيمودينامكس لا يحفظ ولا يفهم. يعني ولا بيتحفظ ولا بيتفهم على فكره ومش محتاج يتفهم انما يستوعب. يعني ايه يستوعب؟ يعني وانا باصص لكم دلوقتي انا فعلا ما اقدرش اقول الهيمودينامكس ايه بالظبط. لازم ارسم الرسمه وافكر مع نفسي كده وفنجان قهوه ظريف وسجارتين وتبدا ايه يا جماعه وتبدا تبدع بقى ايه يا جماعه وتبقى متكلف عشان تقول الهيمودينامكس. فتقعد مع نفسك كده ارسم القلب اهو وده ايه اللي حوالين القلب ده؟ بريكارديوم. برافو عليكم. بس هنا في ايه يا جماعه؟ في ميه. هو البريكارديال افيوجن فيه هنا ميه. ويلا بقى نتخيل مع بعض بقى. هسال سؤالين، سؤال للاغبياء فقط وسؤال للاذكياء فقط. نبدا بسؤال الاغبياء ولا الاذكياء؟ انتوا ايه رايكم؟ نبدا بسؤال الاغبياء نخلص منهم عشان يجاوبوا حاجه ويفرحوا شويه وهم قاعدين معانا. هو السؤال بتاع الاغبياء يقول لك هي المشكله في البريكارديال افيوجن القلب اهو وفي ميه بتحيط بيه من كل الجهات. مشكله البريكارديال افيوجن هي مشكله في اثناء السيستول ولا اثناء الدياستول؟ ده سؤال الاغبياء على فكره ويا ريت ما يجاوبوش غير اغبياء بس. ايه ده سؤال؟ برافو عليك. هي مشكله في الدياستول فعلا؟ ده السؤال اللي هو ايه يا جماعه؟ طبعا ليه بقى؟ طبعا في ده هو على فكره لو بقى المفروض هو بيجاوب يقول لي طبعا في الدياستول. ده انت عارف السيستول ده السيستول هيبقى احسن على فكره. يعني انت لو في ميه كاتمه على قلبك من كل الجهات السيستول بتاعك هيبقى قوي ولا ضعيف يا جماعه؟
هيبقى قوي. ليه قوي؟ لان في ميه بتساعده في الكونتراكشن. انما تعالى بقى في الدايستول بقى يجي يا دايستول ما يقدرش يا دايستول كويس، لان في ميه بتحد من كل الجهات كاتمه على نفسه. اذا هو في الواقع هو دايستوليك ديسفانكشن. ارجع لاسباب الدايستوليك هارت فيلير كده، كان اخر سبب البريكارديال افيوجن. شفتوا بقى يا جماعه؟ اذا انه دايستوليك، ده سؤال الاغبياء طبعا، سؤال الاذكياء بقى، ويا ريت الاغبياء ما يجاوبوهوش عشان ننجز بس الحته دي. سؤال الاذكياء بيقول طب اللي عنده بريكارديال افيوجن ده انه، وهي دي اللي تفرق معايا في الكلام بقى، هو اللي عنده بريكارديال افيوجن مشكلته الاساسيه في الحياه، احنا قلنا ان هو دايستوليك ديسفانكشن، معايا ولا مش معايا؟ بس المشكله الاساسيه في الحياه، هل مشكلة في الجهة اليمنى ولا الجهة اليسرى ولا الاثنين من القلب؟ يعني هل خدوا بالكم تفرق معايا ليه؟ لانه لو كان في اليسرى هيعمل لونج ايه؟ كونجيشن، ولو كان في اليمنى هيعمل ايه؟ سيستميك كونجيشن، وهو كده كده هيعمل له ايه؟ لو كاردك اوتبوت، مع اي مصيبة في القلب بتعمل له كاردك اوتبوت. فالسؤال ده هيفرق معايا في الكلينيكال بيكتشر، هل هو مصيبة في الجهة اليمنى ولا مصيبة في الجهة اليسرى؟ شفتوا لما قلت ان هو سؤال الاذكياء بحسب اليوم ولا في الاثنين؟ في اليمنى ولا في اليسرى؟ انه منلي عشان برضو يبقى الكلام يا جماعه، منلي انه مشكله في الجهه اليسرى من القلب ولا اليمنى من القلب؟ يمنى. يمنى نص في النص في الاثنين. انتوا ايه رايكم؟ يمنى ولا يسرى؟ يمنى ولا الهام؟ ايه رايكم؟ عايزين ايه في اليمنى ولا طبعا في الايه؟ انه مشكله. طب اكتبوا الكلمه دي بالعربي كده، انه مشكلة في الجهة اليمنى من القلب. علل بقى، حد يعلل لي. عرفت الأسئلة اللي كانت تيجي زمان علل لي؟ عرفت الأسئلة اللي كانت تيجي زمان علل؟ علل. والأسئلة دي بتيجي لحد النهاردة، يجي يقول لك علل كده. يقول لك علل، هو مشكلة في الجهة اليمنى من القلب. أيوة، لأن الجهة اليمنى مين الأقوى ومين الأضعف؟ طبعًا الليفت فنتركل أقوى مليون مرة من الرايت فنتركل، معايا ولا مش معايا؟ فالرايت فنتركل ضعيف، فهو اللي ممكن انت عندك ميه بتحيط من جميع الجهات، لكن بينه وبينك ما تقدرش تاثر على الليفت فنتركل اوجه. عارف امتى تاثر على الليفت فنتركل بقى؟ لو كان ماسيف بريكارديال افيوجن، اللي هو في حالات مثلا الكاردياك. ايه يا جماعه؟ التامبونادر هنقوله كمان شويه. انما البريكارديال افيوجن يقدر يتشطر على ايه؟ اكتب كده بالعربي، ما قدرش على الحمار، قام يتشطر على مين يا جماعه؟ البردعه. تمام يا بردعه؟ البردعه اللي هو مين بقى؟ البردعه اللي هو الرايت فنتركل، معايا ولا مش معايا؟ انما ما قدرش طبعا على الليفت فنت. فهو ده اللي هو ايه؟ على فكره لما تعرف ان هو مشكله في الجهه اليمنى من القلب، الكونكلولو ايه بقى؟ الكونكلولو اللي هو الكونكلوجن، يعني الكونكلوجن ايه؟ ان المرض ده من قبل ما نتكلم عنه، رقم واحد لو واحد فيكم عنده بريكارديال افيوجن، رقم واحد هيشتكي من ايه؟ لو كاردياك اوتبوت، ورقم اثنين هيشتكي من ايه؟ سيستميك كونجيشن. شفتوا بقى يا جماعه؟ نص الموضوع انت جبته وانت قاعد حاطط ايه؟ ايدك في جيبك وكده. فكل بقى الكلام لو كاردياك اوتبوت سبع حاجات، سيستميك كونجيشن سبع حاجات، وخلاص الموضوع خلص. ولكن تعالوا بقى نتكلم زي الناس. العنوان الثالث اللي هو الكلينيكال بيكتشر، وقبل ما ادخل على العنوان الرابع، ده العنوان الرابع. العنوان الاول، هل في مشكله؟ اصل انا مش عارف ليه الموضوع ده طلب كتير جدا، بيجي في الاخر واحنا بنراجع يقولوا لي اغلس موضوع في الكارديولوجي هو البريكارديال افيوجن. فانا عايز افصصه واحده واحده. العنوان الاول في مشكله، يعني ده يبقى طالب اي كيو وتحالط لو قال في اكيوميشن اوف فلويد مش عارف ايه. طب العنوان الثاني في مشكله، الايتيولوجي، لا ما هو نفس اسباب الايه يا جماعه؟ الاديمه. وانتوا عرفتوها، عارفينها ولا مش عارفينها؟ ما تترسموش على اهلينا بقى، ما انا بشرح في الاول ما كنتش عارفينها، اللي هي اسباب الاديمه اللي هم الاربع حاجات. طب وبعد كده العنوان الثالث اللي هو الهيمودينامكس، في مشكله اهو يا جماعه، لا تفهم ولا تحفظ ولكنها ايه؟ تستوعب. خرجنا منها بكلمتين، انه مين لي مشكله فين؟ في الدايستول. والحاجه الثانيه انه مشكله فين؟ في الجانب الايمن ولا الايسر؟ الجانب الايمن من القلب. لما تزيد قوي ممكن يبقى في الايسر كمان. المهم يعني ندخل بقى بعد كده الكلينيكال بيكتشر. لكن والله العظيم انا مش هقول الكلينيكال بيكتشر غير لما تحفظوا جمله، تحفظ الجمله دي وتسمعها لنفسك كويس قوي، وتنزل وانت مروح النهارده بيتك تفضل تقولها في الشارع. وانه ويا ريت بقى، يا ريت ده بتوع الرابعه هيحبوك قوي، لانه والله فعلا هيدخلوك معاهم ومش بعيد، هم مش شايفين طبعا مفيش شايفين حاجه هيرددوها وراك. تعمل ايه يا جماعه وانت ماشي؟ الجمله لازم تبقى عارف ان السيمتومز اربع حاجات والساينز اربع حاجات، وافضل ماشي اعمل كده. يبقى سيمتومز كام يا جماعه؟ فاطلهم يحبوك قوي وياخدوك معاهم، تقوم تقول لهم سيمتومز اربعه والساينز ايه؟ بيقول ازاي اربعه. بس اللي انا واثق منه ان انا لما نبدا بالسيمتومز واقول لك اربع حاجات، والله العظيم وما تخليش اصول ثلاث ايام عشانكم بقى، والله العظيم انت من الاربع حاجات عارفين اثنين. يعني السيمتومز واحد اثنين ثلاثة اربعة، لو لسه واحد قاعد في القعده دي مش عارف رقم واحد واثنين، يبقى تشنج بقى يغير الكارير بتاعه. لسه سليم واحد هتبقى سيمتومز اوف ايه؟ لو كاردياك اوتبوت. ورقم اثنين سيمتومز اوف ايه؟ سيستميك كونجيشن. يعني الكلام سهل، بس انت مش عارف رقم كام وكام.
ثلاثة واربعة ومن لطف الأقدار بينا. وشفتوا بقى يا جماعة ومن لطف الموضوع اسمه ايه؟ بيريكارديال إفيوجن. معايا؟ يبقى اتنين بحرف البي. معايا؟ أنا قلت لك بقى تنزل في المزارات بقى واربع حاجات واتنين بحرف البي بديع بديع وتفضل ايه بقى اللي هو كده. فيبقى اذا دول كده الاربعه اثنين بحرف البي. وعلى فكره لما يجي صدى صوت في الامتحان يقول لك اثنين بحرف البي تقدر تالفهم يعني لان استفال الانجليزي كله المره دي ودول مبالغه ما فيهوش الا كلمتين بحرف البي هم دول اللي ينفع سنتونز يعني البهايه الاولى هي يا جماعه عايز كده تتخيل انت على الساعه 10 الصبح في الامتحان وغالبا الموضوع ده ما بيتذكرش انا بقول لك اهو انا هو انت اهو الزمان اهو بينا اهو تداخل في 70000 صفحه فدايما في كارديولوجي ليله الامتحان بتراجع ايه هارت فيلير اريزميا اسكيميك هارت ديزيز هايبرتنشن الحاجات اللي هي الايه ودايما البريكاردال فيوجن يتظلم ودايما تدخل تلاقي اول سؤال في الامتحان او جايب لك او جالك حاله فعشان كده وانت قاعد بقى فجاه كده قاعد بقى وليه كده والصفحه الوحيده اللي انت سبتها كنت جاي لك في الامتحان انت قاعد بقى تدعى الراجل اللي حط الامتحان يا ابني يا ابني الناس سبت كل حاجه وجايب لي البريكاردال فيوجن يقوم ايه اللي ينتشرك من حاله الضياع دي بقى صدى صوت يجي يقول لك ايه وان السيمتومز اربع حاجات والساينز اربع حاجات ونبدا بالسيمتومز اثنين هيمودينامكس ما تذكرهمش واضح واثنين ايه يا جماعه والاثنين بحرف البي بي بي الفوهم كده هيبقوا ايه يعني بروريتس يعني ما تالف ما تقول حاجه تنفع تتقال يعني البي الاولى اللي هي ايه يا جماعه طبعا مين يعني طبعا يعني طب والبي الثانيه اللي هي ايه اكيد يا جماعه مش هو بريشر مانيفيستيشن مش هو فيه يا جماعه ميه كاتب على نفسه هتعمل بريشر مانيفيستيشن تيجي نبدا بالبريشر مانيفيستيشن نخلص منها قلت كلمه قبل كده شفت الطب لما يبقى مسلمات بقى اي حد انا قلتها بعض التسين لو كان في لسان عرب اي حاجه بتكبر في الميدياستاينم اي حاجه تضغط على ثلاث حتت وانت عارفينهم كويس قوي ايه هما الثلاث حتت بقى نضغط على تراكيه انت عامل لك ايه تعمل برينج اوف فيجن ولا تعمل ايه ديزني برافو عليك على فكره لو واحد فيلسوف يحس الكلمه دي او والله يا جماعه لو واحد فيلسوف اول ما يسمع الكلمه دي يحس ان في حاجات كتير قوي اتحركت جواه بس انا ما شفتش الحاجات اتحركت جواك ومش عارف ليه اصل كلمه ديزني اصل خد بالك من حاجه الراجل في الامتحان ابو لهب هيقول لك ايه هو مشكله في الجانب الايمن ولا الايسر تقول له في الايمن طبعا تهبل هو الرايت فينتركل اضعف من الليفت فينتركل يقوم قال لك في الرايت فينتركل يعني في سيستميك كونجيشن ولا لان كونجيشن قول له يا دكتور ما دام في الايمن يبقى سيستميك كونجيشن يقول لك طب ما هو في ديزني قول له يا ايوه دي ومع ان عنده راي قول له ديزني ليس بسبب اللانج كونجيشن انما هي بسبب مين بقى ايوه البريشر مانيفيستيشن تقول لك البريشر مانيفيستيشن يعمل كام حاجه قول له ثلاث حاجات ايه هما حافظينهم صم يعني يا جماعه والله ازعل الاول ومش حافظينهم نضغط على ايه تراكيه يقوم يحصل ايه ديزني نضغط على الاوسوفيجاس يقوم يحصل ايه ديزنس ولا كان بيحصل ايه ديسفيجيا برافو عليك نضغط على النيرف كده مش عارف عارفين اسمه لا اسمه ليفت ريكورنت لارينجال نيرف يقوم يحصل ايه يا جماعه يورينري انكونتر كان بيحصل ايه انا طلع هورس وسوبر يبقى ده كده اللي هم الثلاث حاجات يبقى هذا البريشر مانيفيستيشن ندخل بقى بعد كده البي الاولى طبعا البي الاولى يعني اقول ايه وماذا يمكن ان يقال بعد كل خلاص شفت بيه وطبعا انا مش جاي النهارده عشان اقول لك مواصفات البين بتبقى عامله ازاي في البلور ريفيوج يعني واحد عنده تقل يبقى عشان كده طبيعه الالم بتبقى ايه هو عنده تقل ايوه اللي هي ايه ايوه هيفنس او حاجه اسمها بالكينج بين هل بقى بيبقى شكشكه زي البريكاردايتس هل في نغز في صدره ايه رايكم الاول ممكن يبقى في نغز بقايا بريكاردايتس هو طبقه في التركيه على فكره اتعمل كف وديزني عشان ضغط على التركيه اصل بالك بص عايز اقول لك على حاجه حته التركيه مش بمعنى تركيه قوي ده انا عشان اثبت الايه هي ضغطت على الرئه اصلا يعني هي ضغط على الرئه ما خد بالك البريكارديوم ده بيحيط بالايه يا جماعه بالقلب لكن برضه بيضغط على ايه اللنج بس انا بقولها تركيه عشان تبقى الامور يعني ان هي ثلاث حاجات كده بس احنا ضغطنا على اللنج فعملنا ايه يا جماعه عملنا ديزني ندخل بقى بعد كده تشيس بين بيمتاز بقى انه ايه دم ايكنج بين انما ستيتشنج بين ممكن يبقى موجود ممكن بقايا البريكاردايتس ما اوعى تنسى او تتناسى ان من اسباب اللي عملت بريكاردال افيوجن انفلاميشن اللي هو البريكاردايتس بس خد بالك بقى يجي العيان كان عنده شكشكه في صدره ايام ما كان عنده بريكاردايتس مره واحده يقول لك ايه انا كان عندي دكتور شكشكه ويقدر يحدد لك مكانها كده يقول لك يا دكتور نغزه بتجي لي هنا فيها دكتور جنب الشمال في نغزه كده جامده بتجي لي على طول نغزات ويقدر يحدد يشاور عليها باصبعه وكده وبعدين يقول لك على فكره الوجع اقل بس حاسس بتقل بس لسه في شكشكه بتيجي فين يا جماعه فوق ليه فوق لان الميه اول ما بيتكون ميه يقوموا طبقتين ايه يا جماعه يبعدوا عن بعض فما عادش في احتكاك بين الطبقتين فالستيتشنج بين ده بايه بيروح بس الميه بتنزل تحت التاثير الجاذبيه فتلاقي لسه فوق برضو فيه يا جماعه شويه احتكاك فممكن يجي يقول لك انا حاسس بتقل وساعات بتجي لي شكشكه فوق كده فده لو ساعات وساعات طبعا بس هو الاصل في الموضوع بيبقى فيه ايه غالبا تقل بس من غير ستيتشنج بين اسال سؤال كده اشوفكم هو العيان ده بيستريح انت عنده بريكاردال افيوجن تفتكر يستريح انت روح عنده ديزني ووجع وتقل ايه هو اجابتك صح بس ما يصحش تقولها كده
يعني برضو ما وصحش شافه ويقول لك العين بيستريح انت تقول له هو نايم عليه. يعني في حاجات برضو ايه يا جماعه امتى العين يستريح؟ يعني قول افتراء علميه شويه امتى العيان بيستريح؟ العين بيستريح انت مين الفرد؟ اول ابسط حاجه انت عارف العيان يستريح مين الفرد؟ لدرجه حتى اللي هنقول كمان شويه في الساينس في وضع المصلين. عارف يا جماعه هو بيصلي هو بيصلي هو نفسه يجي يقول لك طب ساعات تكون بتصلي كده يا جماعه وتيجي مثلا في الركوع او في السجود انت في السجود مثلا برضو الواحد ايه يا جماعه بيبقى مثلا 3 4 ثواني او 3 وتقوم قايم ساعات تلاقي واحد بقى مطول قوي ربع ساعه حاجه من اثنين يا يعني اما هو فعلا ايمانه قوي جدا وقعد اللي هو كده او ممكن على فكره عنده ريكفري فيه فهو بيستريح على فكره هو مستريح كده او في ربع من ساعات تلاقيها كده يا جماعه لو حطاك وانت خلصت الركعه بقى هو لسه ايه يا جماعه ايه اللي بيحصل هو عشان ايه يا جماعه هو اللي هو ليمنج فورورد ليه بقى ليمنج فورورد طب انا اقول لك على حاجه عينه البريكاردا الافيوجن بينام ازاي هل بينام على المخده لا جايب المخدات كلها وحطيتها قدامه ونايم كده تيجي تقول له ايه يا عم تريح نفسك وحط افرد ظهرك كده يقول لك لا انا ما استريحش ولا نام على المخده انا مسرح انت وانا قاعد عم مش قاعد على المخده يعني حطيتها قدامه ونايم كده ليه بقى لان هو سمعته عن حاجه اسمها الحته اسمها المنطقه العريانه اسمها المنطقه العريانه اللي هي البير اريا بس بالعربي يعني بالعربي ما هي بير اريا يعني ايه بالعربي المنطقه العريانه المنطقه العريانه اللي موجوده هنا كده هم ليه سموها المنطقه العريانه عشان انا مش متخطيها بايه بلان سبحان الله العيان يعملها يعمل الحركه دي وهو مش عارف هو ما اعتقدش العيان عارف ان في منطقه عريانه وبير اريا ناقص كمان يبقى عارف ان دي بتتكون من رايت فينتركل ده ناقص يبقى عارف الكلام ده بقى هو دي المنطقه العريانه مش ضغط على ايه يا جماعه لان فانا عندي بريكاردا ريفيوجن ميه ضغط على ايه الرئه من كل جهات لما بتطلع لقدام يوم ايه اللي يحصل الميه دي كلها تيجي تضغط على البير اريا اللي هي اصلا ما فيهاش لان فاللان بتاخد نفسها وتتنفس كويس عشان كده يقول لك انا بتنفس كويس وباخد راحتي والاقي نفسي استريحت انت بقى وانا ليننج فورورد انما هو ليننج فورورد واضح ولا مش واضح بس كده فالمهم بقى يبقى احنا قلنا السمت صدق الله السمتومز دي المفروض تبقى فاكرها لاخر يوم في عمرك ولا تتذاكر لانها بكل بساطه كام حاجه افتكروا بقى الرابعه بقى اربع حاجات معايا عشان كده بيبقى موضوع منحس اصلا بيجي في الامتحان وتحله وتجيب صفر في الاخر او يجيب اربع درجات برضو بقى فالمهم اربع حاجات ايه هم الاربع حاجات بقى اول 14 لوح وتسريبات وبتاع وتلاقي كله يقول لك ده انت غشاشه ومصرمه فالمهم اربع حاجات ايه هم الاربع حاجات بقى يقول لك اتنين هيمو داينامكس سهلين حماده بجنزبيل واتنين بحرف الايه يا جماعه اتنين بحرف البي خلاص اتالفوا يعني ما هيبقوا ايه هيم وايه طب ندخل على الساينس والساينس من لطف الاقدار بينا انهم برده كام حاجه اربع حاجات وبرده اول اتنين ساينس ده يعني لو حد عارف العاده دي ما عرفهمش ساينس اوف لو كاردك اوت بوت ساينس اوف ايه يا جماعه سيستم كونجيشن هنقولهم دلوقتي هراجعهم دلوقتي لكن يبقى باقي اتنين ومن لطف الاقدار بينا ان زي ما السيمتومز كنا بنزود اتنين بحرف البي الساينس برضه هنزود حاجتين بحرف البي ما تسمعوا زغروطه والله ما سمعونا زغروطه طبعا فانتوا ما زغروتوش دلوقتي هتتنيلوا زغروطه بجد والله يا جماعه شفت الطب عامل ازاي بقى وياه طب والله اكتب الجمله دي ياه على الطب لما يقسى علينا ويرجع وبسرعه ايه يحل ساينس اثنين هيمو داينامكس واثنين بحرف الايه يا جماعه اثنين بحرف البي طب نبدا بالهيمو داينامكس ولا اثنين بحرف البي انتوا رايكم اثنين هيمو ده انتوا لو في مجموعه طبيعيه اثنين هيمو داينامكس والله يا جماعه بقى انتوا ما عملتوش ولا مره من اول سنه اجي اقول اثنين هيمو داينامكس اقول لي لا مش الدرجه دي بقى ما احنا مش كل حصه هنفضل نقولهم ساينس اوف لوكال ده كان انا عايز بسرعه ايه ايوه ساينس اوف لوكال ده دراع وشفايف بص لما تقول لي دراع وشفايف خلاص انا عارف ان انت فاهم انا هقعد بقى انتهت وسنه لو كاردك ادوت سنه كده وماسك الحته دي جايه اهو استنى يا دكتور بس اديني فرصتني بقى اديني فرصه لا مش عايزين كده دراع وشفايف طب ايه هم دراع وشفايف يعني ايه يعني بتسلم عليه تلاقي ايده ايه ترجع تحس البلس تلاقي البلس ايه البلاد بريشر ايه والشفايف ايه ساينوزس معايا ولا مش معايا طب ادخل ساينز اوف سيستميك كونجيشن ثلاثه ريه خلاص هي ريه ولا راء اسمها ايه بالعربي راء ثلاثه ار ثلاثة ار راء ثلاثة راء اللي هما ايه بقى خلاص يا جماعه ما هو كله برضه ما فيهوش الا ثلاث حاجات بحرف الراء انا بقول خلاص دي رقبه رجل ريفر بس كده محدش يقول لي ركبه والنبي ما فكرونيش بماتش امبارح كنت بايظ ومزعج فرقبه ورجل وريفر طبعا خد بالك لما تفتكر الكلام ده خلاص بقى رقبه بيحصل فيها ايه يا جماعه والله الحياه يعني رقبه هيحصل فيها ايه تكون جسم النجم خلاص طب ورجل قديما ولا ما هو اصل البريكاردا الفيوجن جزء لا يتجزا من ايه ممكن يبقى جنرالايز ايديما طب وريفر ريفر هيبقى ماله اللي هو الليفر يعني هيبقى طبعا زي البالونه بالظبط وطبعا زي البالونه مش جاي اقول لك البالونه بتبقى عامله ازاي تقدر انت تقلب بقى يعني تبقى راوند ايدج ولا بتبقى ايه راوند سوفت ولا سوفت سموث ولا سموث تفرقع ولا ما تفرقعش يبقى هنا بيوجع طب الليفر مش هيفرقع انما يوجع فعشان كده يقول لك ادي كده الثلاث حاجات بتوع الايه يا جماعه ولكن في اثنين بحرف البي ايه هما الاثنين بي بقى حد يقول
هنا بقى الاثنين بي لازم تبقوا يا جماعه. البهايه الاولى ايه يا دكتور؟ اومي كوزمر. ما هنقول دلوقتي هقول بس اصبروا عليه شويه هنقول حاجه معايا كوزمر ساين وفريدريك ساين هنقولها دلوقتي. بس المهم نخلص بس من الاثنين الحرف اللي يا جماعه اتنين بحرف البي. اتنين بحرف البي اللي هم ايه؟ حاجه اسمها لسه قايلينها حالا حالا بريير بوزيشن وضع المصلين معايا ولا مش عارف. وقلنا بقى ان هو دايما ايه يا جماعه يقول لك انا بستريح في وضع المصلين المقصود بيها اللي هو ايه يا جماعه لما ليننج فورورد يعني. طب والبهايه الثانيه يلا بتوع العمل يا معمولين بقى رايحين فين رايحين العمل وجايين منين جايين من العمل وناخد يوم السبت الاصل عندنا عمل تقولوا بقى حاجه اسمها بارسس ايه يا جماعه بارادوكسس. ايه البارسس بارادوكسس مع السيناريشن عارف انت بتوع البارس دايما يدلعوه فاكر البارسس الترنرز بقولكش الترنيتيف بارس هم اللي كان بيالف الحته دي كان والله كان قاعد دماغ بقول لك بارسس ايه يا جماعه ويقال ان كان اسمه توتو اصلا هو اصلا دي بتقول حاجه بيدلعها كده فقول لك بارسس بارادوكسس يعني ايه بارس على فكره اللي هي بارادوكسال بارس يعني الكلمه دي خدتوا في العمل طبعا كلكم وخدتوا في العمل ان البارسس بارادوكسس اللي سمى الاسم ده كان لاقيه لان الكلمه دي تخدع الطالب المحدود يعني لو فيكم طلبه محدوده اللي هو بقى ايه قليل قوي الاي كيو بتاعه قليل قوي الكلام الكلمه دي هتخدعه ليه هتخدعه لان طب اصبر علي لان هو اسمه بارسس بارادوكسس يعني ايه يعني تناقض في البارس يعني عكس الايه يا جماعه عكس الطبيعي هنا هو مش عكس الطبيعي ولا حاجه زي ما هنشوف دلوقتي. طب ما تيجوا نعرف الطبيعي بيحصل ايه ونشوف ايه اللي بيحصل في البريكاردال انفيوجن والكلام ده طبعا انتوا عارفينه من العمل. بصوا يا جماعه الانسان الطبيعي لما بياخد نفس وتيجي تحس البلس حلو الكلام لما تاخد نفس وتحس البلس حتى اعملها على نفسك لو انتوا طبيعيين يعني لو في حد طبيعي يعملها على نفسه مش بيعملها يعني يعمل الحركه دي على نفسه يعني اللي هو ياخد نفس حلو الكلام وانت بتاخد نفس عميق خد نفس عميق كده تحس البلس ده البلس ماله ايه رايك الانسان الطبيعي البلس بيقل ولا بيزيد او حس البلس بقى حسيت بايه دلوقتي خلاص كفايه يا ابني انت هتموت في الفيه لو بتاخد بقى تاخد نفس وتحس البلس البلس بيبقى اخباره ايه بيبقى اقوى ولا اضعف اضعف ترى مش بقول الريت رجعوا بالريت احنا قلنا الريت قبل كده بيزيد انما الفوليوم نفسه بيبقى اقوى ولا اضعف بتحس ان البلس بتاعك بقى بنفس القوه ولا ضعف اللي يقول نزاز يبقى بيهرب ضعف والله احسن كده واللي يقول ان هو ضعف يبقى بيهرب والله يبقى بيهرب لان انت عايز فاهمني ان هو انت ما خدتش نفس عم البلس ضعف لا هو على فكره هو ضعف بس ضعف سنه صغيره لا ترى بالعين المجرده او لا ترى بالايد المجرده لا تحس بالايد المجرده احنا قلنا حساسه شفتوا بقى يا جماعه تقول لي حساسه تقول لي ما بتحسش انت ايدك انت حاجه ثانيه ستها ونايق هو بيعاد يقول لك شو فبص بقى يا جماعه يقول لك ايه يقول لك بص بقى يا جماعه فيقول لك هنا لان البلس بص بقى يا سيدي لما بتاخد نفس انت عندك بيحصل هاي بوتنشال بلاد بريشر بتقل والفوليوم بتاع البلس بيقل ولكن ايه يا جماعه اكتب بقى الكلمه دي سنه صغيره طبعا خد بالك لما يبقى طالب محدود وتقول له في البريكاردال انفيوجن في تناقض يبقى هيقول لك ايه بقى هيقول لك في الانسان الطبيعي هو البلس بيقل يبقى في اللي عنده بريكاردال انفيوجن ايه بيزيد وده غلط لان التناقض هنا طب اكتبوا الكلمه دي ومش هتفهموها عشان احسسكم ان في فجوه ثقافيه هائله بيني وبينكم فمش هتفهموها عمرنا فسر لكم الجمله دي اكتبوها بالعربي والله بحب الجمله دي قوي اكتبوا ان التناقض هنا والله ما حد هيفهم بس انت عارف الفجوه الثقافيه الهائله ان التناقض هنا ليس في الصفه يعني مش اللي هو هنا بتقل يبقى هناك بتزيد لا التناقض مش في كده انما هو الراجل طب هو الراجل اللي كان بيسمي الاسم كان اهبل ليه سماها التناقض بقى التناقض هنا ليس في الصفة هو ده الرد اللي بتاع الاسامي توتو ده ام اي لهم بقى قال لهم يا اولاد التناقض هنا ليس في الصفة ولكنه في صفة الصفة الله يا الله ان التناقض قلها له في الشفة تلاقي الراجل بصله كده والله يا جماعة تلاقيه قال لك هو انت ايه يا ابن انت ايه نظامك قال له دكتور الكلام عالي قوي قول له اصلا عايز اتخصص اصلا في البارس البارادوكس قول له ان التناقض هنا ليس فين بقى في الصفة ولكنه في صفة الصفة يعني ايه الكلام ده يعني يا جماعة في الانسان الطبيعي البلس بيقل الفوليوم بيقل بس بيقل سنه صغيره صفه الصفه هو سنه صغيره انما في اللي عنده بريكارد انفيوجن برضه بيقل بس سنه كبيره او شويه كبيره شويه كبار يعني انت حد فيكم عنده بريكارد انفيوجن لو حد عنده بريكارد انفيوجن بقى ويحس البلس وياخد نفس عميق فعلا هيلاقي البلس فوليوم ايه يا جماعه قل قوي ولو استنوا الضغط هنلاقي الضغط بيقل قوي ولكن ما هو تفسير التفسير ايه بقى حد يعرف يقول التفسير خدته في العمل الكلام ده تفسير ايه طب ما نقول الطبيعي اصلا ليه الفوليوم بيقل طبيعي اصلا انسان طبيعي ليه لما بتاخد نفس بيحصل هايبوتنشن ادي القلب اهو
ده الانسان الطبيعي ودي رئه طبيعيه في انسان طبيعي. بص بص يا جماعه فلما بتاخد نفس ايه اللي بيحصل؟ فينا سيرتين بيزيد. حلو الكلام. يعني مثلا تيجي تدي مثلا بالارقام يعني من 5 يبقوا كام؟ 7 مثلا. فانت خدت نفس وصل للرايت فينتريكل كام؟ 7. حلو كان مثلا باي مثلا من 5 بقوا 7. طيب السبعه دول بياخدوا بعضهم ويروح فين؟ ياخدوا بعضهم كده ومطلعين في البلمونري ارتري يروح على الرئه. بس اوعى تنسى يا فرحه والله تكتب كده فرحه ما تمت وانت مبسوط قوي بالاثنين. ايه يا جماعه الاثنين لتر زياده دول ويلا وزدنا و2 لتر ومش عارف ايه. فرحه ما تمت ليه بقى؟ لان برده انت بتاخد نفس حصل اكسبانشن فين؟ في اللنج ولا في الطحال؟ في اللنج. فاللنج الاكسبانشن ده عامل زي الاسفنج. لما حصل اكسبانشن قام واخد ال2 لتر زياده ومش بس ال2 لتر الاكسبانشن ياخد حوالي 2.2 يعني 2 لتر وكمان 2 حاجه صغيره كده كمان فوق الايه. ف2 لتر مين كان علمي هنا بقى اللي كان علمي هيعرف يقول 7 تاخد منهم 2.2 يقوم يطلعوا كام؟ 4.8. ايه ده؟ ده هو الانسان الطبيعي المفروض 5. يعني انت زاد 2 لتر بس اللنج خدتهم كلها وخدت حته كمان زياده فبقى 4.8. طبعا عشان كده قلت لكم هو الضغط بيقل. اه بيقل بس بيقل ايه يا جماعه؟ سنه صغيره انت مش حساس قوي لدرجه ان انت تنقط ال 2 دول. يبقى في الانسان الطبيعي بدل ما هم 5 بقوا كام؟ 4.8. ليه بقى؟ حصل ايه؟ لان الفينوس ستيرني زاد ماشي زاد بس اللنج اكسبانشن خدت الزياده دي وزياده عليها كمان حته. معايا ولا مش معايا؟ مش كلنا لما بناخد يا جماعه نفس بيحصل اكسبانشن في الرئه فتاخد الزياده دي. طب اللي عنده بريكاردال افيوجن بقى مصيبه. ليه مصيبه؟ اللي عنده بريكاردال افيوجن بياخد نفس عادي جدا. يوم الفينوس ستيرني ايه يا جماعه؟ يزيد عادي جدا. يدخل على الرايت فينتركل. يا رايت فينتركل يا رايت فينتركل يلا اوسع عشان تاخد الايه؟ ال 2 لتر زياده. يجي الرايت فينتركل يوسع ما يوسعش لان حواليه ميه كانت مع نفسه من جهه يقول له ايه يا جماعه؟ يوم الرايت فينتركل يرد على الفينوس الثاني يقول لها ايه بقى؟ مش قادر اوسع مش عايز مش قادر. اللي هو لانه هيجي يوسع يا جماعه ميه كانت معاه من كل الجهات صح ولا غلط؟ فاللي هو ايه يا جماعه؟ يقول لك فهو هنا بيحصل ايه يا جماعه؟ الخيل 7 7 زياده يجي يدخلوا في الرايت فينتركل يقوم قايل للفينوس الثاني ايه؟ مش قادر اوسع. فاذا مين اللي بيدخل 5 زي ما هم والاثنين دول ما عرفوش يدخلوا بيعملوا سيستم الكونجيشن وخلاص. يوم الخمسه ياخدوا بعضهم ويطلعوا فين؟ على الرئه. خد بالك ان انت لما بتاخد نفس كده كده الرئه بيحصل لها ايه؟ اكسبانشن. ولا هو بريكاردر اكسبانشن. الاكسبانشن ده ياخد 2.2 بس المره دي خد 2.2 منين بقى؟ من اصل كام؟ من اصل 5 مش من 7. ونحاول نفهمها يا رئه يا رئه. احنا كل مره كنا بنديكي مع كل نفس 2.2 بس امتى؟ لما كان بيجي لنا 2 لتر زياده. لكن احنا النهارده مفيش 2 لتر زياده. الرئه تمتاز بانها ايه بقى؟ انانيه. يعني ايه انانيه؟ هي خلاص اتعودت كل نفس بتاخد 2. وبينه وبينكم معذوره يعني بيحصل لها ايه اصلا؟ اكسبانشن. فغصب عنها بتاخد كام بقى؟ 2.2 بس من اصل كام؟ مين كان عملي؟ 5 ناقص 2.2. هو انا لقيت رقم ملعب كده هو 5 ناقص 2.2 طلع كام؟ 2.8. شفتوا يا جماعه؟ لو فيكم حد طبيعي لما ياخد نفس هيبقى عنده الرقم ده. ما فرقش كتير عن الطبيعي اللي هم 5. لكن لو فيكم حد عنده بريكاردال افيوجن كل نفس بياخده يصعب عليه. لان كل نفس بياخده تلاقي البلس بيقل قوي. شوف بقى كام؟ 2.8. ان التناقض هنا. شفتوا يا جماعه بقى الاسلوب لما تقولوا له في الشفوي؟ يقول لك امال ايه التناقض يا ابني؟ ما الاثنين بيقلوا، ما في الطبيعي بيقل وفي البريكاردال افيوجن برضه الضغط بيقل لما بتاخد نفس. قول له شوف يا دكتور، ولازم كلمه شوف يا دكتور دي مهمه قوي. حط ايدك على كتفه كده وتقول له ايه يا جماعه؟ شوف يا دكتور. ان التناقض هنا ليس في الايه بقى؟ ليس في الصفر. يقول لك امال فين يا ابني؟ امال فين يا رفاق؟ يقول له ان التناقض هنا ليس في الصفر، انما التناقض هنا في ايه بقى؟ صفه الصفر. يقول لك الله انا عايزك ايه بقى؟ اه الله. اه يقول لك برضه او الصفر او صفه الصفر والله فكرتين الصفر. اه ما عشان كده بيحصل سيستم الكونجيشن. ما هو ده سبب السيستم الكونجيشن اصلا. الدم ما بيعرفش يدخل فبيستنى في السيستم سيركوليشن فيعمل بقى سيستم الكونجيشن. يبقى اذا بقى تاني عشان ما نتوهش يا جماعه، لان الموضوع ده انا بحاول اشرحه النهارده زي الكتاب. ليه بقى زي الكتاب؟ يعني كل سنه بلاقي في المراجعه فعلا في ناس يقولوا اخلص موضوع في كارديولوجي. انا مش فاهم ليه؟ يعني انا مش عارف ايه اللي صعب في الموضوع ده. الديفينيشن في اي مشكله؟ في اي اشكاليه؟ الايتيولوجي اه بس بلاش نسمع الاهالينا. قلنا ما انتوا فين مش بس الرياض ما فيش. طب الهيمودينامكس لا يحفظ ولا يفهم ولكن هو ايه؟ طب وبعد كده الكلينيكال بيكتشر سيمتومز وساينس. السيمتومز 4 والساينس 4. السيمتومز 4 اللي هم ايه؟ الهيمودينامكس واثنين بحرف البي اللي هم ايه يا جماعه؟ بين وبريشر مانيفستيشنز. والساينس اثنين هيمودينامكس وايه؟ اثنين بحرف البي اللي هم ايه الاثنين بحرف البي؟ برير بوزيشن والبي هي الثانيه اللي هي ايه؟ بارسس بارادوكسس. يقوم واحد يقول لي كده انا خلصت الموضوع بس لمين؟ للطالب المحدود. الطالب المحدود اللي ماشي جنب الحيط يبوس ايده وشه وظهره كده الموضوع ايه؟ كلينيكال بيتشر خلصت. ده الطالب الايه يا جماعه؟ المحدود.
طب الطالب اللي هما بقى كلاب العلم، كلاب العلم اقول له لا خد بالك احنا لسه في سطرين بالظبط. على فكره الامريكان بيعملوا حاجه حلوه وانا بحبها قوي، اللي هي ايه، الناس بتنتبه معاك برده جنسيه امريكيه ممكن توفينا في الكلام ده. بص يا جماعه، يجي مثلا بدل ما انت تقعد طول السنه وان الموضوع صعب، الموضوع هتسحب على اخر السنه الماضيه والموضوع صح، الموضوع صعب وبريكارد الفيوجن. طب يا ابني انا قلت لكم قبل كده لما تبقى اصلا في اي مشكله في حياتك اعمل ايه؟ ما تفضلش عايش فيها، كنت انا عايش في مشكله وانه وانما واللي بيحصل، لا اطلع بره اتفرج على المشكله من بره. احيانا لما تطلع بره قول طب انا عايش في مشكله بس انا هطلع 10 دقايق بره المشكله، انسى كل حاجه وادور هو ايه المشكله بالظبط. تقوم احيانا ما تلاقيش مشكله، يعني بريكارد الفيوجن اللي يقول لك ده الموضوع صعب ويفضل عايش طول عمره الوهم ده وما يذاكروش ويدخل يلاقيه في الامتحان. طب ما تطلع قول ايه اللي صعب، حدد المشكله، ما تفضلش تقول بريكارد الفيوجن صعب، هتكتشف ان ايه اللي صعب اللي فيك. السطرين اللي انا هقولهم دلوقتي تصدق بالله ونقص، يعني هما دول هيسببوا لك عقده، شيل السطرين دول بس الله يخليك بقى وانت بتذاكر وبتشيلهم اقراهم. يعني انت عارف ان انت بتشيل، قولوا على فكره السطرين دول لكلاب العلم ده في كتب اللي هم كذا وكذا، اقعد اقرا والله ممكن تدخل الامتحان تلاقي نفسك ايه يا جماعه مش فاكر غيرهم اصلا. فاللي هم سطرين اللي يقول لك الموضوع صعب والله سطرين، ايه هم السطرين دول بقى؟ مش انا قلت لكم سيستميك كونجيشن كانوا كام حاجه؟ سبعه. لا الساينس كانوا كام حاجه؟ رقبه ورجل وريفر. الليفر خلاص والرجل ماشي مع ان الرجل فيها اني بهايه برضه نخلص منها دلوقتي. هو اللي عنده قلب اللي عنده هارت فيلير اللي دي ما تظهر في رجليه ولا في بطنه الاول؟ رجليه. امتى تظهر في البطن؟ ده لو ليفر. طيب ناخد الكلام ده في الهيباتولوجي وهنعرف ليه بقى، عشان بورتال هايبرتنشن وحاجات كده. انما هنا تظهر في رجليه، لكن ممكن يبقى عندك القلب اللي بايظ والإديمة تظهر في بطنك الاول، تعمل اسايتس قبل الإديمة ممكن، ونقوم نسميها اسم حلو قوي لان كده الاسايتس جت قبل الاوان، المفروض تظهر في رجليك الاول وبعدين ايه يا جماعه بطنك. لكن لو جت في بطنك الاول نقوم نسميها اسم رومانسي قوي على فكره، يسموها اسايتس بريكوكس. كلمه بريكوكس يعني ايه اصلا؟ بريكوكس ده بندردش يعني بندردش كده بس اللي هو كده، ما هي بس خليك معايا بس سيبك من هي فين دلوقتي، هي هتلاقي موجوده عندك في ان بي جوه كده في الماده. اسايتس بريكوكس معايا ولا مش معايا؟ ايه الاسايتس بريكوكس دي بقى يا جماعه؟ اللي هي اسايتس قبل الاوان. اللي عنده بريكاردا الافيوجن، اللي عنده بريكاردا الافيوجن مع ان هو ماشي في الحياه يقول ايه، ماشي في الشارع يقول ايه، هي قلبي فالمفروض الايديما تظهر في رجلي الاول، لا تلاقيها ظهرت في بطنه الاول. تقول له ايه ده انت اسايتس بريكوكس، سببها ايه؟ ليه حصل اسايتس بريكوكس مع ان المفروض انت سيستميك كونجيشن تيجي في رجليك لانها ديبندنت ايديما، لكن هي ليه ظهرت في بطنك؟ يقول لك لان اللي عنده بريكاردا الافيوجن اهو تضغط على ايه، الليمفاتكس اللي هنا، صح ولا غلط؟ لما تضغط على الليمفاتكس اللي هنا ممكن تعمل ايه يا جماعه؟ تقوم تخلي تنشع ميه في البروتينيال كافيتش فتسرع من الاسايتس. فتلاقي العيان ده احيانا عنده اسايتس قبل الايديما اللي هو اللم، يقوموا يسموها اسايتس ايه يا جماعه؟ بريكوكس. يقول لك سببها ايه بقى؟ لانك ضغطت على المسافه فخليت يحصل الاول الاكسوديت او الترانسوديت بقى ظهر الاول في البروتينيال كافيتش. سيبك من الحته دي، لكن انا اللي يهمني انا برضو هنخش بقى ايه لكلاب العلم اهو. انا قلت سيستميك كونجيشن رقبه ورجل وريفر. الرقبه للطالب المحدود، اللي الطالب المحدود قلنا له ايه؟ كونجستد نيك فين. لكن الطالب بقى انت ليش الطب المحلط في اجواء القاع ده زود اتنين سايز، هما دول اللي صعبين. ولو انت محدود، لو حد فيكم يا جماعه طالب محدود قول انا هذاكر الموضوع كله مع ده السطرين دول، والسطرين اقراهم بس، انا عايزك تقراهم كل مره. يعني لو اقول على مدار السنه هتذاكر الموضوع ده مثلا 20 مره، في ال 20 مره اقول يا جماعه هقرا برده الاثنين دول اعرفهم او برشمهم وخلاص. ايه هما بقى الاثنين دول؟ اثنين سايز مره ثانيه لمين؟ لكلاب العلم. لو طالب محدود سيبك منه بنقص معايا الحته اللي باقيه كام عشان اعرفه ده شعار المرحله. بص بقى يا جماعه، في ساين في الاول اسمها ايه؟ كوزميا ساين. برضه ساعات تلاقي طالب محدود كاتب لي هو يعني ملصمها كده كوزميا ساين. ايوه يا حبيبي، اللي هي ايه كوزميا ساين؟ هي كوزميا ساين. بص لك كده مش عارف يعني يا ابني، ما انت لو مش عارفها ما تكتبهاش معايا. ده ايه كوزميا ساين؟ ما انت لازم تفسرها، حتى ممكن راجل هو بيصحك يفتكرك بتشتمه اصلا، فانت لازم تكون فاهم ايه يا جماعه؟ ايه كوزميا ساين دي؟ كوزميا ساين دي عباره عن ايه؟ بصوا يا جماعه، انت عارف اللي هي عباره عن ايه كوزميا ساين؟ يقول لك انت لما بتاخد نفس ايه اللي بيحصل؟ قلنا خد بالك بقى ايه اللي انا رسمها دي يا جماعه؟ دي ايه؟ ايوه بس فين بقى؟ طول كده في الرقبه. نيك فين؟ نيك فين اهي واضحه صح؟ شفتوا بقى يا جماعه؟ وبتصب فين بقى في الاخر؟ في القلب، صح ولا غلط؟ لما انت بتاخد نفس قلنا النيجاتيفيتي هنا بايه؟ او اللي مش عايز اقول النيجاتيفيتي بتزيد، عايز اقول الضغط هنا بايه في منطقه الثوراكس؟ بيقل. لا النيجاتيفيتي بتزيد يبقى الضغط بيقل، لان انت طبعا بتقي يا جماعه الثوراكس يوسع فالضغط يقل. اساسا الدم بينتقل عن طريق فرق الضغط،
صح؟ فلما الضغط يقل هنا يقوم كل الدم اللي في دماغك ورقبتك يلا ولاد ده الضغط قليل قوي في القلب يلا عشان ندخل. ده في النظام الطبيعي. عشان كده لما بتاخد نفس لانك فين عندك ايه يا جماعه؟ فضي. لان الدم كله قام داخل فين؟ دخل في القلب. ولكن هنا يلا يا جماعه ندخل في القلب، يجي القلب بقى يريلاكس، يجي القلب يا دايستول ما يقدرش يا دايستول لان في ميه كاتبه على نفسه من جميع جهته. فبرضه يقوم القلب يقول ايه بقى للنيك فين؟ يا نيك فين كفايه خليك زي ما انت، ما تجيبليش دم تاني، مش قادر، مش عايز، مش قادر. برضه نفس الكلام. فلو هو مش عايز اكتب كده والله مش عايز مش قادر، الدم مش عارف يدخل. طب بيروح فين؟ بيتبخر بخار ميه احمر بتاعي خارجلك من السيرويز مثلا؟ لا طبعا، بيستنى زي ما هو. عشان كده عمك كوزميل قال لك ايه بقى؟ كوزميل ده قال لك، وانا ما يهمنيش اسمه على فكره، انا يهمني هو قال ايه؟ قال ايه بقى؟ قال لك ان سبيراتوري فيلينج اوف نيك فين. يعني ايه انسبيراتوري فيلينج اوف نيك فين؟ يعني ديورنج الانسبيريشن تلاقي فيه فيلينج في النيك فين. ليه بقى فيلينج في النيك فين؟ اكتب كده، لان الدم، واكتب بالعربي حضرتك، لان الدم مش قادر يدخل. واكتب كده بالعربي، ليه مش قادر يدخل؟ لان القلب مش قادر يا دايستول. واكتب بالعربي برضو، ليه مش قادر يا دايستول؟ لان الميه كاتمه على نفسه من كل الجهات. واكتب بالعربي، ليه كان الميه كاتمه؟ قول لان عنده بريكاردال ايفيوجن. بصوا بقى يا جماعه، يبقى احنا بنتكلم فين دلوقتي يا دكاتره؟ بنتكلم فين؟ قلنا في الرقبه الطالب المحدود عشان ما يتوش. خليكم معايا يا جماعه عشان ما حدش يتوه. الطالب المحدود قلنا كونجست النيك فين. بص يا ابني، الطالب المحدود كونجست النيك فين، ويدوس في ايده وشه ضغط. الطالب النص نص يزود الكوزميال ساين، اللي هي ايه كوزميال ساين؟ قلنا الاسبيراتوري فيلينج اوف نيك فين. اظن دي مفهومه، يعني مش حاجه صعبه، يعني مثال حتى واحد محدود يقدر يعرفها. حد من المحدودين يقول كده يا جماعه سهله ولا صعبه؟ الاسبيراتوري فيلينج اوف نيك فين اعتقد سهله. اللي جايه بقى هي للكلاب العلم، يعني بينه وبينكم يا جماعه لو طالب محدود ده بنقص بقى الحته دي بقى الطالب الهنتريش فعلا اللي هو بيحضر بقى. حلو ولا انتريش؟ حلو ولا انتريش؟ حلو كده ما هو هنتريش طب محمد بقى، يعني بين مقطعه كلها ريش. بصوا بقى يا جماعه، بصوا يا دكاتره خليكم معايا، تعالى يا ابني يعني هنا هنفهم. تعالى بصوا بقى يا جماعه، حاجه اسمها جه واحد اسمه ايه فريدريك، كان عالم الماني. قال لك ايه بقى؟ وعلى فكره فريدريك ده عمل مليون حاجه، مش عارف هو نفس الشخص، بس في واحد نيورو برضه كتير تاني عامل حاجات كتير. بس هو عموما فريدريك بتاع الكارديولوجي، قال لك ايه بقى؟ قال لك الراجل ده ايه؟ عالم الماني او نمساوي محدش عارف. قال لك ايه؟ عارفين النيك ويفز؟ انتوا لسه واخدينها في العمل الكبير؟ اه زي ما صمت. طب الايه ويفز كانت ايه؟ حد يقول بقى ده النيورو اللي قعدت بتقول ست ساعات فيها هتبقى فضيحه. ايه؟ 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 بعدين ريلاكسيشن، لا سي دي كانت حاجه كده. وعندنا في كمان ايه؟ في واي اللي هو كان في اتريال كونتراكت، اتريال ريلاكس، اتريال يتملي يلا يفضش معايا. فعشان كده كان بيقول لك ايه بقى؟ ايه انا كل ده ما يهمنيش النقط، انا يهمني الواي بس. عادي هي بتسال السؤال ازاي؟ علامه تدل الواي او الى بتدل على ايه؟ الواي. ايوه انت اللي هو ايه يا جماعه بيفضش. طب هو سؤال اسال نفسك كده، الواي ويف، الواي ويف دي بتدل على ايه؟ الليترا هو بيفضل الفنتر. معايا ولا مش معايا؟ بس كده قول لي بقى اللي عنده بريكاردال افيوجن هو هل بيفضي بسهوله؟ لا. يعني هل هو يا جماعه اصلا الدم بينزل فين؟ في الفنتر. يجي الفنتركل يلا بقى يا فنتركل ريلاكس دايستول شويه عشان تاخد الدم واحنا بننزله لك. الفنتركل مش هيقدر يا جماعه يا دايستول، اللي في ميه خدت على نفسه. مش اول كلمه في الحصه قلنا ان هي مشكله في الدايستول؟ طب وعشان كده الواي ويف تبقى ايه يا جماعه؟ تبقى ديب قوي. يقول لك ديب واي ويف لان الاترم بيحزق جامد قوي عشان ينزل الدم فين؟ في الفنتركل، لان الفنتركل قافش. طب هو ليه قافش؟ لانه مش قادر يا دايستول، لان في ميه خدت على نفسه. فان الواي ويف تمتاز بانها ايه بقى يا جماعه؟ ديب واي ويف. انا ما يهمنيش اسمه على فكره، برده ما يهمنيش اقول فريدريك مش عارف. لا اللي هو ديب واي ويف. لكن بقى في كلمه بس للطالب الايه بقى؟ ده بقى اللي كلب من كلاب العلم. وبص يا جماعه، ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني انت ممكن تقول لي بناقص انا فريدريك ساين دي مش هذكرها خالص. اقول لك طب ما هو اصل فريدريك قال حاجتين. قال ان الواي ويف تمتاز بانها رابدا وديبا. الطالب المحدود كفايه يعرف ديبا دي، ديب واي ويف، وهي مفهومه ولا مش مفهومه؟ لا يعني ديب واي ويف. ليه بقى ديب واي ويف؟ ليه الواي ويف بتلاقيها ديب قوي؟ ليه بتبقى نازله قوي؟ يعني الاترم بيحزق قوي على بال ما ينزل الدم فين؟ في الفنتركل. ليه؟ لان مفيش دايستول كويس، الفنتركل مش قادر يا دايستول يا جماعه. فالواي ويف بتبقى دي هي الحته اللي صعبه فعلا. طب هي ليه رابت؟ يعني الواي ويف تلاقيها جاي رابت كده، شوف نازله ازاي؟ فيزيا رابت. ايه؟ فيزيا ولا كيمياء ولا ممكن احياء على فكره؟ لا انت بمعقول بما انك بتقول ان هو احياء كونتراكشن يفيد
ده نيوتن. لا نيوتن ما عادش كده عمره ما نيوتن نيوتن كان بتاع نيوتن ده ما عادش التفاحة والجاذبية معايا يا جماعة انتوا بتشرحوا هنا الواي واي. ما هي دي دي اللي هي سهله احنا عرفناها ليه دي ما هو دي ليه لان الاترم الاترم بياخد وقت كبير قوي على بال ما ينزل الدم ليه لان الفنتركل مش مريح والفنتركل مش قادر يدايستول كويس. ما هو الانسان الطبيعي الاترم بينزل الدم في الفنتركل بالمنتهى الانسيابيه الفنتركل يدايستول كده او من الدم نازل انما هنا هيجي الفنتركل يدايستول مش هيقدر لان في ميه ايه فهيضطر ينزل بقوه بقوه ويطول قوي على بال ما ينزل الميه او على بال ما ينزل الدم وعشان كده الواي وود بتبقى دي. انما هي الصعوبه دي في الوقت تطويره. ايوه ماشي ايوه بالظبط. انما هنا الصعوبه بقى ليه رابد ينزل بسرعه يعني رابد يعني ليه بتبدا بسرعه يعني بدل ما هي نازله كده لا تلاقيها متنزله الواي وود جايه لك كده عشان البريشر لما ينزل فجاه. هو انت اللي جبت دي يا جماعه البريشر ينزل فجاه. اقول لك بقى هي ليه رابد هي الواي وود بتبدا امتى. خليكم معايا خليكم معايا ما تفكروش في اتجاه تاني عشان الوقت يا دكتور دكتور بينزل امتى بيبدا الواي وود تبدا امتى تبدا امتى اول ما الميترال يفتح. طب هو الميترال بيفتح امتى اللي ده السؤال امتى بس كلام فيزياء بقى قول لي كلام فيزياء كده هو الميترال ده بيفتح امتى فيزيائيا لما الضغط لما الضغط في الاترم يزيد. فاول ما الضغط في الاترم الاترم عمال يتملي 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 اول ما الضغط يزيد يقوم الميترال يبدا يفتح صح ولا غلط. اللي عنده بريكاردال افيوجن يا اولاد اساسا اساسا بيبقى الضغط في الاترم عنده عالي يعني هو اصلا كده كده الضغط في الاترم ايه عالي وعشان كده بيعلى بسرعه قوي فالفالف بيفتح بسرعه قوي عشان كده هو ده الكلام اللي انت قلته بكلمه فيزياء. على فكره هو ما قال فيزياء هو كان قصده التفسير ده. يبقى ليه بقى يبقى ليه رابد يا جماعه لان الفالف بيفتح بسرعه قوي. طب هو ليه بيفتح بسرعه قوي لان الضغط في الاترم اصلا بيبقى عالي. طب انا اسالك سؤال هو ليه الضغط في الاترم بيبقى عالي في الناس اللي عندهم بريكاردال افيوجن. الدم الدم مش عارف ينزل الدم مش عارف ينزل كويس. وحاجه ثانيه الدم مش عارف ينزل دي اجابه صح بس في اجابه بتقولها الراجل يوم باصص لك يعرف ان انت عالم فيزيائي فعلا. اه والله يقول لك انت ايه يا ابني ده هو اصلا قوي جدا في الفيزياء لان يا جماعه عنده بريكاردال افيوجن. هو القلب مش عارف عارفين شكله ولا لا القلب بيبقى عامل ازاي صح مش عارف الرسمه ثلاث بيبقى عامل طبعا ما يصحش حركه ما يصحش دكتور محترم يعملها بايده بس هو ما بينزلش كده مره واحده. هو بينزل ازاي ما صحش طبعا عملها في عرفناها اه لو بينزل بالطريقه دي شاف شاف الانحناءه دي معايا ولا مش معايا. فيقول لك لو انت عندك بريكاردال افيوجن الميه هنا بقى في الحته دي كده لكنها بتضغط اكتر على ايه الانحناءه دي. ومين فينا ما بيحبش عارف الانحناءه دي اسمها الويست اوف ذا هارت. الويست اوف ذا هارت تلاقي الميه كاتمة على الويست اوف ذا هارت هنا كده فهو كانك محزم القلب فلما تكتم هنا في الحته دي تلاقي الضغط هنا عالي. فعشان كده الضغط في الاترم بيبقى عالي قوي فتلاقي الضغط عالي. فعلى انه عالي قوي اول ما بيتملي بس نقطه الدم تنزل كده تلاقي الفالف فتح بسرعه يقوم الدم ينزل وهي الواي ويف ايه غير ان الدم ينزل. وعشان كده يقول لك الواي ويف تمتاز بانها ايه. انا قلت في الاول قلت ايه يا جماعه قلت الطالب المحدود بيحصل ايه يا جماعه في الرقبه كوتشيزن الليل لو انت نص نص عشان ما نتوهش بقى لو انت نص نص هتزود كمان كوزبال ساين ودي سهله على فكره انسبيراتوري فيلنج اوف نيك فين معايا اللي هو تلاقي فيه انسبيراتوري فيلنج. وعلى فكره ما ناخد شاست هنقول ان في كذا حاجه بتعمل انسبيراتوري فيلنج اوف نيك فين ابسطها ايه مثلا حد خد شاست شاست في مرض اسمه سي او بي دي اه برضه كان كده بشوف عيانين السي او بي دي تخش انت عارف مش السي او بي دي بس روح على القهوه لا ما تروحش على القهوه روح على بورصه كرسي بقى اللي بيقعد على معلمين بقى اللي هو كل يوم اللي هو اصلا اليوم 24 ساعه هو منهم مثلا 20 ساعه قاعد على القهوه اللي هو شيشه حياتي البوري حياتي عارف انت كان زمان الغرز بيسموها بوري ولا بيسموها ايه؟ سمك لها اسم كده لا مش غير سمك اللي هو في الغرز ممكن الناس اللي بيروحوا غرز يعرفوا ايوه عارف انت اللي هو يقول لك ايه؟ فالموقع جوزه تلاقيه دايما بص له كده هتلاقي عنده دايما ايه يا جماعه؟ اللي هو كونجست نيك فين جامده قوي نيك فين واضحه كده. فالمهم يقول لك ايه بقى؟ يقول لك هنا الطالب النص نص كوزمر سايد انسبيراتور فيلنج اوف نيك فين اللي هنتريش هيزود ايه؟ فريدريش بقى قال ايه بقى؟ رابد ديب واي ويف رابد مش طلبه كتير بيفهموه معناها سهله قلنا ويست اوف ذا هارت انما ديب سهله ديب يا جماعه لان الاترم والله اكتب كده بالعربي لان الاترم بيقاوح او بيحزق عشان ينزل الدم معايا فالواي ويف تطول قوي. هل في استنوسس؟ هل في ايه؟ هل يوجد استنوسس يعني؟ مش استنوسس مش لدرجه استنوسس مش لدرجه استنوسس يعني مش عامل استنوسس لكن الفنتركل مش عارف يفتح كويس مش عارف يفتح كويس فانه يبقى مين بقى بص يا جماعه نقعد بقى كده
حد يقول كلينيكال بيكتشر؟ انا نفسي انتوا حد فيكم كده يقول كلينيكال بيكتشر سيمتومز كام حاجه؟ اربعه. والساينز كام حاجه؟ اربعه. اه خلينا كده احسن. سيمتومز اثنين واثنين، اثنين هيمو داينامكس حماده بالايه؟ بجنزبيل برافار. واثنين ساينز اللي هم واثنين قصدي بحرف البي اللي هم ايه؟ بين خرسانه. يبقى السيمتومز في حد يا جماعه فيها اي اشكاليه؟ لا. طب الساينز اثنين هيمو داينامكس اللي هم اثنين بتوع ساينز اوف لوكر ده كتبوا دراع وشفايف، ساينز اوف سيستميك كونجيشن اللي هي ايه يا جماعه؟ ثلاثه ريه. وبعدين اثنين بحرف البي طبعا ما فيهمش مشكله. نرجع بقى للساينز اوف سيستميك كونجيشن. ثلاثه ريه، رقبه ورجل وليفر. الانسان المحدود يكتبهم هم بتوع هارت فيليا. الرقبه اللي هي ايه؟ كونجيسنت بين، والرجل اللي هي ايه؟ ديمر ولين. ولو هتفتكر اسايتس بريكوكس يبقى كويس. وعندنا في الليفر يتحول الى ايه؟ بالونه. لو انت نص نص هتزود ايه بقى في الرقبه؟ كوزميا ساين اللي هي بتقول ايه؟ الاسبيراتور فيلم. اقول لكم على حاجه بقى يا جماعه، فريدريك ساين شيلها او لو طالب بقى هنتريش يعرف ان هي رابط دي بول. ايه الكومبليكيشنز؟ خليكم معايا على فكره، كل ده ما فيش في الامتحان. اللي بيجي في الامتحان بقى كومبليكيشنز وبريكارد ريفيوجن. ايه هي الكومبليكيشنز؟ انا لسه ما قلتش الساينز اللوكال ساينز هقولها دلوقتي، بس هنقول الكومبليكيشنز. ايه هي الكومبليكيشنز بقى؟ الكومبليكيشنز اوف ريكاردر ريفيوجن كلمه واحده الا وهي الكاردياك تامبوريت. عايز اقول لكم حاجه على فكره، ساعات يجي في الطلبه اللي ما تركزش يجي في الامتحان يقول لك ايه؟ كل ما تيسر بما يرضي الله عن كاردياك تامبوريت. طبعا الطلبه اللي ما بيركزش لانها ما جاتش سيرتها في المنهج الا ايه؟ كلمه في سطر. لان الكاردياك انت ممكن تبعت في الامتحان على فكره الحاجه الوحيده اللي انت عارفها عن الكاردياك تامبوريت اسمها ان هي في الكارديولوجي، مش عشان انت بتذاكر على فكره، عشان كلمه كاردياك في الفلو بس. انما ايه كاردياك تامبوريت جاز فيه؟ هو يا ابني كاردياك تامبوريت هقول بقى هنا يعني ايه كاردياك تامبوريت. كاردياك تامبوريت يعني ماسيف بلورال بريكاردال افيوجن. بالنسبه للطلبه المحدوده، وتلاحظوا يا جماعه وانا بشرح على فكره اي موضوع انا ببقى برضه بحب ارضي يعني الطالب المحدود عشان ما يتعقدش، والطالب برضه الهنتريش المحدود هقول له كلمه واحده بس، ان الكاردياك تامبوريت ما هي الا ايه؟ شمر واكتب البريكاردال افيوجن. نفس الكلام هو البريكاردال افيوجن. لو سؤال عليه 10 درجات هتجيب مثلا 8، لو عليه 5 هتجيب 4، تاخد بالك. لو عليه درجتين بس مش هتجيب حاجه غالبا، اللي هو تشمر وتكتب او تجيب درجه. هتشمر وتكتب ايه يا جماعه؟ بريكارد ريفيوجن. ده طالب الايه المحدود اللي هو يمشي بشعار ما لا يدرك كله، لا يدرك كله. معايا ولا مش معايا؟ طب الطالب الهنتريش اقول له لا، كاردياك تامبونات هي البريكارد ريفيوجن، بس عشان تقفل الدرجه لازم تزود في الايتيولوجي ثلاث حاجات وفي كلينيكال بيتشر ثلاث حاجات. الايتيولوجي بتاع كاردياك تامبونات هو البريكارد ريفيوجن بس بقى ماسيف. لكن اهم الثلاث حاجات يعملوا كاردياك تامبونات ايه؟ لازم تبدا بيهم. ايه هما الموست كومن كوزز اللي ممكن تعمل كاردياك تامبونات؟ ثلاث حاجات. وعلى فكره من لطف الاقدار بينا ان هو اسمه كاردياك تامبونات بحرف السي والثلاثه بحرف السي. يعني دول اهم الثلاث اسباب يعملوا كاردياك تامبونات، الثلاثه بحرف السي اللي هما ايه يا جماعه؟ مين يعرف يقولهم بقى؟ سي سي سي. وانا اسف لو الكلمه دي جايه على الجرح عند بعض. السي الاولى اللي هي ايه؟ السي الاولى على فكره اللي فوق كانسر. يعني يا جماعه لو الكانسر ما عملش كده امال مين يعمل؟ طب والسي الثانيه؟ كورونيك رينال فيلير. اشمعنى؟ لانها اصلا بتبقى حاجه خطيره وبتبقى بينلس وممكن عم ما ياخدش باله. وفي الكورونيك رينال فيلير بتبقى بينلس بريكاردايتس، وهنشرح الحاجات دي ممكن تعمل ايه برضو؟ ماسف بريكاردال افيوجن لو ما غسلتلوش بسرعه لازم يخسر. طب والسي الثالثه؟ كريبتوجينيك لا ديوباسك يعني، بس انا طبعا كاتب كريبتوجينيك عشان تبقى ديوباسك تبقى حرف السي. ماشي خلينا نتابع بالسي. ما هو بس على فكره اصل في كريبتوجينيك هي ديوباسك. الا بالمناسبه ايه الفرق بين ديوباسك وكريبتوجينيك؟ حد يعرف ايه الفرق؟ كريبتوجينيك كان السبب مستخبي بس ايوه ايديوباسيك يعني مالوش سبب. كريبتوجينيك يعني مالوش سبب برضه على فكره، بس ايديوباسيك يعني مالوش سبب فعلا. انما كريبتوجينيك يعني مالوش سبب بس مش فعلا، يعني هو في سبب بس انا مش عارف. فعشان كده في الليفر سيروزس مثلا، هو في حاجه اسمها ليفر سيروزس يحصل مره واحده؟ لا، لازم يبقى في سبب بس انا مش عارف. انت واخد بالك؟ فنسميها كريبتوجينيك ليفر سيروزس. ما فيش حاجه اسمها ايديوباسيك ليفر سيروزس في الطب يعني. طيب يبقى اذا هنزود 3 سي. ايه هما 3 سي بقى؟ حد يقول يا جماعه فوق معايا اللي هو كرونيك رينال فيلير وكانسر وايه كمان؟ كريبتوجين. واضح ولا مش واضح؟ طيب يقول لك ايه كمان بقى في الكلينيكال بيتشر؟ الطالب المحدود هيعمل ايه في الكلينيكال بيتشر؟ المحدود هيشمر ويقوم كاتب ايه؟ بريكاردال افيوجن اللي هما ايه؟ اربع سيمتومز. خليك معايا يا برادر، اربع سيمتومز واربع سايتس. انما الطالب الهنتريش بقى لازم يزود ثلاث حاجات. في ترايات في الاول لازم تقوله. ايه هو الترايات ده بقى؟ اول حاجه واذا ذكر، وهما دول الدياجنوستيك كرايتيريا بتاعت كاردياك تامبونات بالمناسبه، يعني اذا ذكر كاردياك تامبونات فان العيان بيشتكي من كام حاجه؟ ترايات، وهو بيبقى عايز يسمع الترايات ده. ايه الترايات ده بقى؟ انا بحب اقوله بطريقتين، طريقه للجادين اللي بيذاكروا البطن واحنا معاهم، وطريقه للرومانسيين الحالمين اللي بيذاكروا البطن واحنا معاهم. نبدا بطريقه الجادين ولا الرومانسيين؟ انتوا رايكم؟ طريقه الجادين الاول. الجادين اللي بيذاكروا البطن واحنا معاهم اقوم قايل لهم ايه بقى؟ ثلاث حاجات ومن لطف الاقدار بينا الثلاثه بحرف الدي.
دول اللي هم الجادين الجد قوي هم بيذاكروا على الثلاثه دي وبمنتهى الجديه هو بيذاكر ثلاثه بحرف الدي ايه هم ثلاثه بحرف الدي بقى الدي الاولى الفون كده يا جماعه دي الاولى ايه خليكم معايا الحته دي مهمه جدا يا جماعه هو اصلا من الموضوع ده كله ما بيجيش غير الكارد التمرين ده ثلاثه بحرف الدي ايه هم الثلاثه دي بقى حد يقول الدي الاولى ايه اول دي لسه قايلين حضرتك مع ديستندس نيك فين عشان نيك فين بتبقى الاسبيراتور فيلنج فبتبقى متضخمه فيقول لك ديستندد نيك فين طب ودي الثانيه ديكريس فين مش قلنا يا جماعه الضغط بيقل في الانسبيريشن فممكن لو في بريكاردر افيوجن القلب مش قادر يتملي فطبعا هيبقى في سيفير لو كاردك اتبطل لان هنا ماسف بقى وهيأثر في الليفت والرايت فعشان كده يقول لك بيبقى في ديكريس في البلاد بريشر سيستميك بلاد بريشر طب ودي الثالثه ايه مين يعرف يقولها ركزوا معايا بقى يا جماعه انا سالكم سؤال بره الطب كده اهدى ده ساعات سؤال ده بتسال شويه طبعا فكره يقول لك تعرف يا ابني تقول لي ايه هو اهدى مكان في العالم اهدى مكان في العالم ايه هو كان هادي جدا حد فيكم يا جماعه جرب احساس يحط سماعته على صدر واحد عنده بريكاردر افيوجن وبالذات بقى لو كاردك تمرياد انت عارف كاردك تمرياد يعني ايه او بريكاردر افيوجن ميه كاتمه على القلب من كل الجهات هل هتسمع صوت القلب وهو بيدق لا لان الميه دي عامله حاجه مش هتسمع فيقول لك من اهدى مكان في العالم هو لما تحط سماعتك على ايه يا جماعه تسمع الصوت جاي من بعيد قوي لدرجه والله اللي هيجرب الاحساس ده ويحط سماعته على صدر واحد عنده كاردك تمبونات مش هيبقى هين عليه يشيل سماعته عشان ما يسمعش ضوضاء الحياه بعد ما سمع اهدى مكان في العالم والله اهدى مكان في العالم فعشان كده يقول لك ايه يا جماعه دي الثالثه ايه بقى يقول لك ديستنس يعني ايه ديستنس يعني ايه يعني صوت جاي هارت ساوند يعني صوت جاي من بعيد قوي فشفت الثلاثه دي بقى بتوع كاردك تمبونات ايه هما تاني الهيئه الاولى اللي هي ايه ديسند الدينفين طب والدهيه الثانيه ديكريز في مش عارف ايه طب والدهيه الثالثه اللي هو ديمينيشد او ديستند يعني جامد بعيد قوي ده اللي هم الجادين طب الحالمين بقى اللي بيذاكروا بطح معاهم الحالمين او شباب الدرسي بقى شباب الدرسي اقول لهم ايه عمري ما حاجه اقول لهم ثلاثه دي لانه هيدخل الامتحان والله لو اتشقلب ما هيفتكر الثلاثه دي انا عارف فاللي هم الشباب الدرسي او الرومانسيين اللي بيذاكروا بطح معاهم اقول لهم ان الترايات بتاع كاردك تامبونات عباره عن اغنيه هي اغنيه عشان انت بتذاكرها النهارده جايز واحنا قاعدين في القاعه دلوقتي ممكن تبقى محرج ترقص او كده لما انت قاعد لوحدك بقى في البيت قوم ايه يا جماعه والله ترقص ترقص طب هي اغنيه فعلا يقول لك ايه الاغنيه ايه بقى اسمعها بودن موسيقيه كده ايوه ست سمسيب سمسيبها شغاله سمسيبها شغاله هنقول عليها يقول لك ايه بقى يا جماعه الاغنيه يقول لك ضغط عالي ضغط واطي قلب هادي بس الله ضغط عالي ضغط واطي قلب هادي طبعا انا بخاف جدا من طالب المهرجان الهندي بقى يدخل الامتحان والله في طلبه كده هو يفتكر ضغط عالي ضغط واطي قلب هادي ضغط عالي هايبر تنشن ضغط واطي هايبو تنشن قلب هادي هو لا هو الضغط العالي المقصود بيها ضغط عالي فين عارف انت قلنا كده يعني دي يعني فين على فكره يا جماعه في نقطه انا عايز اقولها عشان الناس اللي بتكتب انتوا محسسيني ان طريقه الشباب الدرسي هقول ثلاثه غير اللي قلتهم في طريقه الجادين هم انتوا حاسين اقول كلام جديد انا في ايه يا جماعه انتوا بجد في ايه فهو الطريقه بتاعت الرومانسيين هم نفس الكلام بس ضغط عالي اللي هي كانت فين بقى ديستند نيك فين ضغط واطي اللي هي ايه طب وقلب هادي ما نفس الكلام قلب هادي اللي هو طبعا صوت بيبقى ديمينيش ده بس كده ده البيك ترايل ندخل بقى نتكلم عن ايه اللوكال اكزام الواحد عنده بريكاردر افيوجن نفس الكلام بقى اللوكال اكزام الاول اللوكال اكزام لحد كل حاجه جايه الانفستيجيشنز التريشن كل ده هيبقى كاردك كان منزل بريكاردر افيوجن بصوا يا جماعه بقى لوكال اكزام لا في كلمه واحده لما تيجي تعمل لوكال اكزام في واحد عنده بريكاردر افيوجن بص اشطب على كل الكلام اللي عندك ده واكتب كلمه واحده بس مصر كلها ضلمس مصر كلها ايه ده كل حاجه هتبقى ضلمس يعني لو في ميه كاتمه ايه البير اريا طبعا هتوسع ضلمس هيبقى كبير قوي ضلمس اوت سايد الايبكس ده ضلمس اوت كل حاجه بقى اوستالتيشا مش تسمع حاجه اصلا واضح تسمع صوت جامد بعيد قوي الانفستيجيشن ايه الكلمه المضيئه في تشخيص البريكاردر ما هو اربع حاجات طبعا اكس راي اي سي جي ايكو كاسترايزيشن الاربعه بتوعنا بتوع كل مره بس هل الحاجه المضيئه ايكو انت بتشخص بريكاردر افيوجن بايه يا جماعه كلمه واحده اللي هي ايكو هو ينفع تيجي تقول لي ده انا ايه دي مش عارف هو لازم ايكو يا جماعه هو الايكو اللي هشخص معايا ولا مش معايا اي حاجه ثانيه حماده بالجلزبيل نبدا اول حاجه الاكس راي كان بيبان ازاي حد يقول بقى خلاص الكلام ده يا جماعه اه خلاص كده وخدته ان بيبقى اهو هنا بقى تعرف القلب القلب ايه يا جماعه بينهار بس خد بالك انت ازاي بتفرق في الاطفال السنه اللي فاتت ما بين اللي تشيمبر انلارجمنت ما هو ممكن التشامبر انلارجمنت برضه تلاقي كارديو ثوراسيك ريشيو ايه يا جماعه كبرت تلاقي القلب كبر لكن كنا بنفرق ازاي بين التشامبر انلارجمنت وبتوين البريكاردر افيوجن التشامبر انلارجمنت يا جماعه لو عندك ليفت اترم ولسه فيزيكال كبروا يكبروا ولكن ما زالوا محافظين على الشكل البديع بتاع القلب اللي هو طبعا بيبقى عامل ما يصحش برضه يكون محترم يعمل الحركه دي بايده اللي هو هتلاقي القلب كبر اه بس لسه محافظ على ايه
رونقه. جميل قوي البق ده. كبر يعني كبر قلب تخن، لكن لسه محافظ على ايه يا جماعه؟ على رونقه. واضح ولا مش واضح؟ انما تيجي في البريكاردا ديفيوجن بقى، انت عندك البريكاردا اهو مليان ميه، تيجي تبص تلاقي نازل ايه يا جماعه؟ صبه واحده كده. ايه ده؟ ايه ده؟ تلاقي اللي هو نازل كده بالظبط. لو هو انت قاعد تشوف ايه القلب ده؟ فين ايام زمان؟ فين لما كان ايه يا جماعه؟ لا الحركه ما صحش اعملها بايدي، فين؟ عشان كده يقول لك كانوا في الاطفال بتوع الاطفال مخهم صغير قوي، فيقول لك ايه بقى؟ ما يقولوش شارب بوردر. انت عارف والله عشان شارب بوردر، انت عارف اللي هي ايه يا جماعه؟ بينزل شارب بوردر كده، بتوع الاطفال كانوا يسموها ايه؟ ايوه لا غير فلاسك شيبس، كان يقول لك الشارب دي اللي هي ستنسل بوردر. ستنسل عارف الستنسل؟ طبعه الستنسل ما كلمه ستنسل، لا استنى ستنسل حاجه ثانيه. عارف الستنسل اللي هي ايه؟ طبعه الستنسل عارفينها بتاعت الايه؟ ايوه اللي هي ستنسل اللي هي رسمه دي يا جماعه. طبعا كان زمان قبل ما يخترعوا الكهرباء، فكان بيقدر يكتب على الكمبيوتر. لا لان مفيش كهرباء بتحط الفيشه فين؟ عشان كده كان بيطبع ازاي بقى؟ يطبع طباعه الستنسل اللي هي ايه يا جماعه؟ والله كانوا بيعملوا كده، يجيب لك الحرف يعني مثلا حرف ار، يوم جايب ورقه وخارج حرف الار كده، ايوه، وبعدين يوم حاجه سوداء يكتب عليها، يوم جايب قلم رفيع جدا. قلم ده كانوا بيسموه ايه بقى في المكاتب؟ استنسل. عشان كده تروح كده مكتبه تقول له يا عمو عم انا عايز استنسل، يقول لك استنسل يعني ايه؟ يعني قلم شارب قوي، شارب قوي. فهو بتوع الاطفال بقى عشان يقول لك شارب بوردر اللي هو فقدت الويست اوف ذا هارت، يقوم قايل لك ستنسل يعني ايه يا جماعه؟ يعني شارب قوي. بتوع الاطفال بخون صغير ايه ستنسل دي ولا حد بيقولها؟ هي شارب وخلاص، شارب بوردر وخلاص. معايا؟ طب ده اللي هو الاكس راي. الاي سي جي هيبان؟ لا، لان في ميه كتير قوي هتعوق مرور الكهرباء، فبيبقى له ايه؟ لو فولتج اي سي جي. هيعمل طبعا مشاكل. ممكن تلاقي كيو ار اس، كيو ار اس مره تقصر مره تنزل مره، ممكن بالظبط. اللي هو ايه يا جماعه؟ بيحصل ان هي الكيو ار اس تلاقي كده. فاللي هو ايه الحاجات اللي طب اللي تعمل بقى لو فولتج اي سي جي؟ اي حاجه ميكانيكال بتعوق مرور الكهرباء زي ايه؟ ميه، اوبيستي ممكن. طب وايه كمان؟ بلورا ريفيوجن. ايه كمان؟ هو الراجل لما يسالك في الامتحان يقول لك ايه الحاجات اللي بتعمل كده؟ هو مش عايز يسمع الاسباب دي كلها، لان الاسباب دي كلها لوجيك. يعني ايه الحاجات اللي تخلي اي سي جي مش باين قوي او كيو ار اس قصيره او ايه؟ بريكاردا ريفيوجن. تلاقي الطالب البارد واقف شافه بريكاردا ريفيوجن. وايه كمان يا حبيبي؟ بلورا ريفيوجن. وايه كمان يا ابني؟ اوبيستي لو واحد فات. وايه كمان؟ ما فيش كهرباء. لو ما فيش كهرباء منين بقى؟ من الكهرباء ولا من الجهاز ولا من ال البطاريه؟ ممكن البطاريه بغير بطاريه. اقول لك ايه الاجابات دي في مرض انت عارف انت بتقول ما فيش كهرباء، انا افتكرت ان انت هتقول فعلا المرض اللي هو امتى يبقى ما فيش كهرباء؟ مرض اسمه هايبوثايرويديزم. برافو عليك. هايبوثايرويديزم يعني الثايروكس اصلا ده الهرمون المسؤول عن ايه يا جماعه؟ المنوط بيه الكهرباء والكلام ده. المهم يعني دي الانفستيجيشنز. طبعا التريتمنت عالج السبب واعمل ايه يا جماعه؟ اسبيريشن. ساعات في الشفا وتلاقي واحد رخم قوي يقول لك تعمل ايه؟ قول له اسبيريشن. او ساعات يعملوا حاجه حلوه قوي يا جماعه. هو انت لو خيروك يبقى عندك بريكاردا ريفيوجن ولا بلورا ريفيوجن تختار ايه؟ بلورا. فساعات يعمل حركه حلوه قوي يقول لك بقول لك ايه؟ احنا نعمل شباك ما بين البريكارديوم والبلورا، ما هم لازقين على بعض الرئه ده ويحدفوا على بعض. فبدل ما الميه تبقى متوزعه على القلب، لا اتوزعت على القلب وعلى الرئه وعلى كل حاجه. فيقول لك ويندو، نعمل شباك يعني. او ساعات يعمل، ساعات في الشفا تلاقي واحد يقول لك تعمل اسبيريشن، تقول له يقول لك اسبيريشن بتفضي الميه خالص ولا بنسيب له شويه؟ انت ايه رايك؟ بس خد بالك انتوا مش مستغربين السؤال، عارفين ليه؟ لان في الاسايتس مثلا هقول لك لا الاسبيريشن مش مستحب اصلا. ويوم ما بتسحب انت في حاجات معينه، كرايتيريا معينه لازم تمشي عليها، تسحب شويه وتسيب. ما ينفعش تسحب ليه يا جماعه؟ انما هنا في البريكاردا الفيوجن لا، اسحب كله، اسحب كله. لان انا هنا اسيب ليه؟ انت كله يا جماعه عشان ما تضغطش على القلب. انت بتسيب بس اللي هو لو في حاجه صغيره جدا اللي هو طبيعي اللي هو 20 مثلا ملي ولا حاجه، انما اسحب كله. انما في الاسايتس لا، لان في الاسايتس لو سحبت لا بتعمل مشاكل جامده جدا، كميه ميه كتير قوي انت تسحبها ممكن يدخل في هايبوكاليميا، هايبوبروتينيميا، بلاوي متهيئه ب 60 ميلي هنقولها في الليفر. انما هنا يقول لك ده حوالين القلب، لا اسحب كله خلاص، دخلت القسطره ومسحب كله. بصوا بقى يا جماعه، ده كده اللي هو ايه الكارديو. في بقى موضوع تاني اللي هو الكونستريكتيف بريكاردايتس. ده مش مهم بس لا مش بكره، هو الكونستريكتيف بريكاردايتس هنقوله دلوقتي. ليه بقى؟ لان انت مش هتذاكره. اكتب جنب كلمه كونستريكتيف بريكاردايتس ما لا يدرك كله، لا يدرك كله، ما لا يدرك كله. ما انا هقول لك انا اعمل ايه بقى، انا معاك بقى ما تفولش فيه يعني. هو انت ما لا يدرك كله لا يدرك كله. السؤال ده اسمع بقى، لا لا كونستريكتيف بريكاردايتس مش معنى كده ان هو مش هيجي، ممكن يجي. هو طبعا ما بيجيش كتير بس ممكن يجي. بس لما يجي تعمل ايه؟ بس انت ما تذاكروش. ليه ما تذاكروش؟
لان ما بذاكرش الموضوع ده لوحده غبي. بعد ما ذاكر بريكارد فيوجن بتعمل ايه؟ بذاكر كونستركتيف بريكاردايتس. هو يعني ايه كونستركتيف بريكاردايتس؟ هو بريكاردايتس لا والله عمل كونستركشن لا والله يعني ايه كونستركتيف بريكاردايتس؟ يعني بدل ما في بتوين الطبقتين بتوع البريكارديا ميه بقى في بتوين الطبقتين في فايبرس تيشو يعني الطبقتين لازقوا في بعض فاصبح البريكارديوم ريجيدال ريجيدال خشنان. تعرف يا جماعه انت قلبك هو البريكارديوم ده مش اسينشال في اللايف على فكره انما برضو يعتبر ايه يا جماعه بيحافظ على القلب وغشاء ايوه بالظبط وغشاء مرن وبمنتهى النعومه والانسيابيه ومش عارف ايه معايا ولا مش معايا ليه اه انت عندك ال اه موجود في الكمبيوتر بيعمل بريكارديوم فيشنال اه طب خلاص هيموت طيب فده كده اللي هو فده كده الجنسيه الامريكيه ده بقى الشغل بقى اللي هو ايه لا موجود اي سي في العالم كل حاجه فده كده اللي هو ايه بقى بصوا يا جماعه فالكونستركتيف بريكاردايتس اللي هو ايه يا جماعه اصبح البريكارديوم ريجيدال بصوا بقى يا جماعه احنا مش هنذاكر طب لو جه في الامتحان خليكم معايا خليكم معايا يا دكتور فالايتيولوجي الايتيولوجي بقى بتاع الكونستركتيف بريكاردايتس هو هو البريكاردال ريفيوجن بالظبط انما هنشيل حاجه لو كتبتها تاخد صفر ايه بقى الحاجه اللي احنا قلناها من اول البريكارديوم وقلنا ما بتعملش كونستركتيف بريكاردايتس انه الروماتيك فيفر روماتيك فيفر يبقى اذا اكتب نفس الاسباب بس ما تكتبش روماتيك فيفر ساعات في الامتحان يقول لك طب مين اكثر حاجه مشهوره بالكونستركتيف بريكاردايتس قول له تي بي مشهور بالفايبروز يبقى اذا الايتيولوجي هو شفت بقى يا جماعه يبقى طالب احمق هو ده ده, ده هو النورماتيك فيفر كده الباثولوجي بتاعه كده ما بيعملش كونستركتيف بريكاردايتس ولو انت فاكر الاشف ديول والحاجات دي ما كانش يعمل ابدا فايبروزس بتون البريكارديوم انت واخد بالك خدت الكلام ده في الاطفال ولا لا سنه فاتت ده السؤال ده كان بيجي في الام اس كيو كتير قوي النورماتيك فيفر ما بيعملش كونستركتيف بريكاردايتس يعمل اول اوف ذا فولوينج اكسبت كونستركتيف بريكاردايتس فالمهم بقى فالروماتيك فيفر يبقى هي نفس الاسباب ما عدا الروماتيك فيفر وما عدا ايه يا جماعه لا ما عدا الروماتيك فيفر بس هو هنزود التي بي بس كده طب ادخل بعد كده في ايه كمان يقول لك الكلينيكال بيتشر هي هي انما هي هي بقى ما هي الهيمودينامك هي هي انما في السيمتومز هنشيل ايه يا اولاد هنا مفيش ميه يبقى شيل البريشر مانيفيستيشنز يبقى هي هي الكلينيكال بيتشر هي هي بس هنشيل ايه يا جماعه بريشر مانيفيستيشنز فاهمين احنا بنعمل ايه بدل ما نذاكر الموضوع ما هو خلاص الموضوع مفهوم انت عندك فيه يا جماعه بريكاردم اصبح ريجيد بس لان في فايبرستيشن لازقه الطبقتين مع بعض فهي السيمتومز هي هي بس شيل ايه مفيش بريشر مانيفيستيشنز لان مفيش ميه بقى فشيل البريشر مانيفيستيشن الكلينيكال بيتشر كلها هي هي بقى بس زود حاجه مين يقول شاطر بقى يقول نزود يقول ميه انا بشرح الاترال فايبريشن اترال فايبريشن لان يا جماعه البريكارديوم ريجيد فالاتريوم مش قادر ايه يا جماعه مش محمي مش مفيش ليونه ولا نعومه مش محمي فريجيد فممكن تعمل لخبطه في مرور النبضه الكهربائيه طب ليه ما بيعملش فينتريكولار اريزميا لان الفينتريكل يا جماعه ما بيبصش الا لو كان عندك مصيبه خطيره الفينتريكل اصلا اقوى مليون مره من الاتريوم لان هو الانسان ايه غير فينتريكل اصلا فيقول لك زود الاترال فايبريشن بس للاسف الاسيف مين يفتكر اترال فايبريشن في الامتحان لا انت عارف مين يفتكر علمني على الحته دي علمني بس على طول معايا يبقى لو انت جالك سؤال دلوقتي شفت يا جماعه الفارق بين طالب بيشغل دماغه وطالب قاعد في الحياه دلوقتي تلاقي في طالب قاعد قله في الحياه يذاكر كل حاجه ويسيب الكونستركتيف بريكاردايتس اول ما في طلبه كده يا جماعه يجي سؤال كل ما تأثر بما يرضي الله عن الكونستركتيف بريكاردايتس الموضوع الوحيد اللي سايبه الصفحه الوحيده تلاقي السؤال ده جاي اول سؤال كونستركتيف بريكاردايتس طب الحاله حاله كونستركتيف بريكاردايتس طب الام اس كيو 100 سؤال على كونستركتيف بريكاردايتس ده نحس الطالب النحس او الطالب المحدود هيقس يوم ساب فراغ في ورقه الاجازه والله فراغ كده اكتب والله انا ذاكرت البطنه كلها بعد الموضوع ده والله حصل الظروف احكي له الظروف بقى يقعد يحكي له في ظروف لحد ما انما الطالب الهنتريش بقى بيتصرف ازاي يا جماعه كونستركتيف بريكاردايتس لو انت محدود خالص بقى واي كيو مفيش ترفيفلس يا ابني عادي كده ما تقاسش ام كاتب البريكاردال فيوجن هتنقص لكن لو انت طالب بقى اللي هو هنتريش طب محمد تكتب نفس البريكاردال فيوجن بس هتتصرف يعني يا جماعه الايتيولوجي هو بس شيل الروماتيك ايه فيفر ولازم تزود ايه يا جماعه او تحطه تكتبها رقم واحد التي بي تيجي مثلا في الكلينيكال بيكتشر السيمتومز هي بس هتشيل ايه بريشر مانيفيستيشنز وتحط مكانها ايه والطالب الذكي اترال فايبريليشن لانها كلمه سبيسيفيك حطها له في مربع كده اول واحد اترال فايبريليشن اترال وتقول له اجين اترال فايبريليشن بس كده جنب السيمتومز وتقوم حاططها في مربع كده يا ابني اتعلم ازاي تجيب درجه بقى وممكن تجيب درجه على فكره باقل مجهود بس لازم تبقى فاهم وواعي وانت بتكتب الساينز هي بس هنشيل ايه برايرز ما هو يا جماعه مفيش بقى ميه كاتمه على البتاع هتقول لي هو يبقى يطلع لقدام هيستريح ليه يا ابني والفايبر ستيشو هيتحرك هيزق البير اريا ده فايبر ستيشو مش ميه يا ابني والفايبر ستيشو ما اتحركش يعني فيقول لك شيل البرايرز بوزيشن بس هتيجي مثلا في الانفستيجيشنز اقول لك على حاجه في الانفستيجيشنز من الاخر في الانفستيجيشنز زود بس سي تي ممكن هنا تعمل سي تي
وزود ان ممكن يبقى فيه كالسيفيكيشن. طيب رسيشن ممكن ايه البريكالسيفيكيشن بعد كده؟ هتيجي في التريتمنت طبعا ما فيش هنا اسبيريشن ولا تعمل اسبيريشن فايبرسيشن. اذا بقى مين هو؟ عشان كده يا جماعه في اكتر الاسئله بتضايقني جدا ليله الامتحان لحد يتصل بيا اصلا عشان ليله الامتحان ما رضاش اقول له انت يعني بقى يعني يجي تلاقي واحد يتصل بيا دكتور يا دكتور اقول له في ايه يا ابني؟ يقول لي اذاكر الكوليستريكتيف بيريكاردايتس ولا لا؟ انا ببقى داخليا عارف ان هو والله اي كيو بس ما بقولش بقول له لا وغالبا بقول له يا ابني عرفت قبل كده يقول لي لا اقول له خلاص ما تقراش ولو جات لك لو حصل وجات اكتب البريكاردا ريفيوجن خلاص يقوم قايل لي ما انا برضه يا دكتور بصراحه مش مذاكر البريكاردا ريفيوجن هو عامل لك ايه؟ انا عامل فيها والله بقول له الشحن بس اصل خلص معايا فبس فده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ بقوم قايل له خلاص اكتب الاسكيم وخلاص واعرف ان هي مصيبه في الجاي اليوم من القلب يقوم قايل لي ما انا مش مذاكر فهو ده كده ادهيس البريكارديتس اشرب عليها بس دي مش مهمه خلاص اشرب عليها اصل ادهيس البريكارديتس اللي هي ايه؟ فايبرستيشو اعرف بس هي عباره عن ايه الاديزن حصل اديجن اديجن ايه يا جماعه البريكارديوم بريكارديوم لزق في الاوت سايد ستراكشرز من بره بقى هذا هو البريكارديوم هو اقل موضوع قيمه لكن خد بالك بيجي حاله كتير بيجي حاله ازاي ما نيجي نحل حالات يا جماعه بقى في حصه يوم الجمعه فاقف مع نفسي ده في حالات بتيجي بريكارديال ريفيوجن كجزء من الديفرنشال دايجنوستس ازاي بقى هو ممكن تيجي حاله بريكارديتس اسمع بقى الكلام ده يا جماعه بريكارديتس يقول لك بقى الانفستيجيشنز ايه والاسباب وتفرق بينها وبين الام اي ازاي والكلام ده كله ممكن تيجي حاله بريكارديال ريفيوجن مباشره لكن غالبا ما بيجيش كده اقول لكم على حاله يا جماعه ونشوفها تشخصوها ازاي ولا نستنى ده في حصه الحالات طب عايز اشوف دماغكم برده عشان انا نفسي اكون مهيئ نفسي حصه الحالات هنمشيها ازاي معاكم بصوا يا جماعه حاله اديكم حاله دلوقتي ونختم بقى الحصه فاكر النهارده بس اديكم الحاله دي يقفلوا الكتب كده يجي يقول لك ايه واحد عنده 52 سنة راجل عنده 52 سنة بيشتكي من ايه بقى؟ اسمع بقى الكلمة دي عنده شيست بين وبدأ يحس بكتيب حلو كلام؟ يبقى عنده وجع بيجي في صدره ما حددش أي حاجة وبدأ يحس بإيه يا جماعة؟ بفتيب حلو كلام؟ وبتجيله أتاكس أوف سينكوب يفقد الوعي كذا مرة فقد الوعي واضح؟ وبدا يحصل كمان بليرنج اوفيشن واضح وتنتس معايا وبعدين في وجع في الرايت هايبوكوندري معايا وفي كمان اديما لورلم في سويلنج في اللور لم معايا وبعدين بيشتكي كمان من ديسبيبسيا عنده ديسبيبسيا وعنده كمان بينا نعمل اكزامينشن في الاكزامينشن لان عنده كونجستد ليك فين واضح ولا مش واضح ولقينا ان في انلارج تندر ليفر تشخيصك ايه المشكله في الرايت الحاله دي كتيره دي اللي تتوه عباره تيجي حد نختزل الحاله دي بكلمتين بالظبط حد يفكر لا كلمتين كل السطر اللي فوق ده كله لو كارديك اوتبوت والسطر اللي تحت ده كله اذا تشخيص الحاله ايه بقى لا ما اقدرش اقول رايت سايد هارت فيلير انه ايه يا جماعه اي مصيبه في الجهه اليمنى للقلب اي مصيبه في الجهه اليمنى يبقى دي حاله ديفرنشال دايجنوز ايه بقى المصايب اللي في الجهه اليمنى من القلب رايت سايد هارت فيلير معايا ممكن بريكاردا افيوجن شايف دي مصيبه في الجهه اليمنى كونستريكتيف بريكاردايتس برده غالبا بيبقى في اليمين اكتر تيجي مثلا اللي هو في انواع من الكارديوميوباثي تيجي في اليمين اكتر هنبقى نقولها ما نجيش على الكارديوميوباثي ثم ماطل بس اللي فين بقى اللي في اليمين فدي حاله ديفرنشال دايجنوز شكل الحاله دي لما بتيجي في الامتحان كل الطلبه حتى طبعا في طلبه يا جماعه ما بتعرفش اول ما يشوف الحاله دي يا نهار اسود وبيقعد يرطب ايه ده كل دي حاجه ايه يا دكتور ده ربنا ينتقم منه وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا دكتور اشوفك والع في البلد ويفضل يا جماعه يدعى الراجل حط له الحال لانه هيلاقي يا جماعه ايه ده تشيست بين وسوين والله ديسبكسيا لحد جي اي تي في ناس شخصيه جي اي تي ومركز على الليفر لحد ما يدورش او والله شخصها ما يدورش هو مش واخد باله ان ايه يا جماعه لو كاردك اوت بوت مع سيستميك كونجيشن الطالب اللي عنده مخ شويه هيقوم شخصها ايه رايت سايد هارت فيلير ينقص نص الدرجه لان الحاله دي ايه يا جماعه فور ديفرنشال دايجنوز انا لو انا عايز بقى اخليها رايت سايد هارت فيلير ازود ودينا سمعنا اس 3 تاخد بالك عم دخلك بقى فين بقى؟ في الكارديك ساينس ولقينا في جالوب وعملنا ايه كلنا اجيكشن فراكشن مثلا 40% ايه؟ انا النهارده موجود اس 3 اس 3 امر بقى فعشان كده يا جماعه ايه؟ فالحاله دي هتبقى بس ايه؟ ديفرنشال دايجنوستكس